تمام يا جماعة، طب ركز شوية كده عشان بس. تمام، بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة كبيرة شوية، بس هي معظمها صور، يعني ما فيهاش كلام كتير. فنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. لو لقيتوا الدنيا مطولة شوية ممكن نقسمها على مرتين، يعني عادي. النهارده احنا هنتكلم، يعني هنغير شويه الروماتيزم، هنتكلم عن الاوبيزيتي. الاوبيزيتي معناها طبعا ان البودي ماس اندكس يبقى اكتر من الافريج. الافريج ده من حوالي 22 بلس ماينس 3، ففوق ال 25 اسمه اوفر ويت، فوق ال 30 اسمه اوبيزيتي. بحسب ازاي البودي ماس اندكس؟ بحسب الوزن بالكيلو جرام، اقسمه على الطول بالمتر مش بالسنتيمتر. يعني بقسم الاول الطول على 100 الاول عشان يطلع بالمتر، وبعد كده بقسم الوزن على مربع الطول بالمتر. تمام؟ الموضوع الاوبيزيتي ده يعتبر يعني هو مرض العصر. يعني احنا لما نقارن المعدلات العالمية في الأوبيزيتي هنلاقيها إنها بتزيد بشكل يعني كبير جدا، مش بس عندنا في مصر أو في الدول العربية أو في الدول اللي متخلفة أو بتاع، لا ده حتى في الدول اللي هي تقليديا ما كانش فيها أوبيزيتي كتيرة. يعني يمكن الناس تقول لك إن الأمريكان تخان لكن الأوروبيين مش تخان، لا، الصورة الجديدة كله الأوفر ويت موجود في كل الناس. الأوفر ويت في بريطانيا يتجاوز حاليا ال 60%، ده الكلام ده من 20 سنة فاتوا، كل الارقام بتزيد مع الوقت. يعني الاوبيز حوالي 20% ارقام سنه 97، الكلام ده قديم برضو. لو شفنا الارقام الجديده هنلاقيها معديه يمكن 30% 35%، ده في بريطانيا. احنا عندنا في مصر اعتقد يعني فوق سن ال 40 اباف، يعني 60 70% اوفر ويت، وحوالي اكثر من 50% اوبيز. طبعا ما فيش احصائيات دقيقه في مصر، بس ده يعني ايه، من الواقع اللي احنا بنشوفه او من واقع المجتمع اللي حوالينا. المشكله بقى انه يعني من ضمن الحاجات اللي ما كانتش موجوده زمان وبدات تظهر في اخر 30 40 سنه هي التشايلد هود اوبيزيتي. معروف من زمان ان الاوبيزيتي دي عاده بتيجي في السن الكبير بعد ال 40، لكن يبقى طفل صغير واوبيز دي حاجه جديده. طب يا ترى ايه اسباب الاوبيزيتي في الاطفال؟ طبعا في اسباب كتيره، من ضمنها تغير اللايف ستايل تشينجز. العيله اللي ما بتلعبش حاليا، الاطفال يعني معظمها ما بتلعبش كوره، ما بتلعبش رياضه، ما بتطلعش حتى من البيت. معظم عادتهم على الموبايلات وعلى الكمبيوتر، واكل كله اكل مش صحي. فده مع بعضه مع تغيرات تانية، مع التلوث، مع ال يعني ايفن حتى مع ال مع الاذر ديزيز زي تايب 1 دايابيتس اللي بدا يزيد قوي، مع الانسولين ريزيستنس. كل الحاجات دي بتؤدي للاوبيزيتي وبتنتج عن الاوبيزيتي، هما الاثنين بيعملوا بعض. الخرائط اللي جايه دي احنا هنشوف تطور الاوبيزيتي في امريكا على مدى حوالي 20 30 سنه تقريبا. يعني دي الصوره دي لامريكا كمثال يعني للعالم. هي طبعا امريكا فيها كل العالم، يعني امريكا يعني كدوله هي تعتبر قاره مش دوله، وفيها كل فئات المجتمع اللي ممكن تتخيلها. فيها من الفئات الهاي ستاندرد جدا للفئات اللو سوشيو ايكونوميك ليفل، يعني اكتر من افريقيا نفسها. فعشان كده لما بنيجي نقول امريكا دي احنا مش قصدنا غير ان احنا بنجيب مثال للعالم كله. يعني فامريكا سنه 85 كان اكتر من ثلاث ارباع الولايات ما عندهمش داتا لاوبيزيتي كبيره، كان الداتا المسجله يعني حوالي اكتر من نص الولايات اللي فيها داتا عن الاوبيزيتي هي بتقول ان عندي اقل من 10% اوبيزيتي، وباقي الولايات اللي هي داتا الغامق ده شويه هي بتقول ان عندنا من 10 ل 14% من البوبوليشن اوبيزيتي. الاوبيزيتي معناها بي ام اي اللي هي بودي ماس اندكس اكتر من او يساوي 30. تمام؟ او ان هم بيقولوا زياده 30 رطل. ده التعريف العالمي للاوبستي اللي هي بي ام اي اكتر من او 30. التعريف الامريكي، امريكا بتشتغل بوحدات غير بتاعتنا،
امريكا عندهم الوحدات الرسميه بتاعتها الراتل والانش والاذم، مش المتر والكيلومتر والكيلوغرام. فبيقول لك انه زياده الوزن اكثر من 30 راتل عن الطبيعي في بادم الطول اللي هو المعتاد للطول، يعني اللي هو 5 ادم و4 انش يعني. بس تدي المتعايف الامريكي ده، احنا خلينا في التعايف بتاعنا بودي ماس اندكس اكتر من او يساوي 30. دي الصوره سنه 85. تعالوا نشوف الصوره اللي بعدها على طول. دي بعدها بسنه واحده. لو خدنا بدنا السنه اللي قبلها اهي، دي 85 دي 86 يعني مش فارقه كتير. نشوف اللي بعدها 87. لاحظ ان انا بتحرك سنه سنه، ما بتحركش بالسنين يعني. كل صوره اكتر من اللي قبلها ب 1 يير فقط. دي 88 89. كده احنا دخلنا ان اكتر من نص الولايات تقريبا عندهم اوبيزيتي من 10 ل 14%. بعد كده سنه 90 90 92 دخلنا ان كل الولايات بقت من 10 ل 14 تقريبا. وفي مجموعه ولايات اللي هم اللي في الشرق دول تقريبا دول اللي هم الولايات اللي هي الغنيه شويه، بقت من 15 ل 19% اوبيزيتي. جامدة 92 94 تقريبا اكتر من النص او ثلث الشرق كله بقى 15 ل 20% اوبيزيتي. بقى عندك 10 ل 14%. وهنا اختفى تماما اللون اللي هو اقل من 10%. سنة كام؟ سنة 94 95 النص بالنص تقريبا. 96 بقى 97 اكثر من 20% اوبيزيتي. 98 اكثر من ثلثين الولايات بتوع الازرق اللي هو الغامق، وحوالي كمان 5 ولايات موجوده عندهم الاوبيزيتي اكثر من 20%. هنمشي بسرعه شويه. 99 النص بالنص، نص الولايات اكثر من 20% والنص اقل من 20% تقريبا. 2000 ده هيعمل 2001 اهو ظهرنا اللون اللي بعديه البرتقالي ده اكتر من 25%. نبدا بسرعه كده. 2002 2003 2004 2005 شوفوا الدنيا 2006 و7 2008 يا جماعه اللي اشتغل انا ممكن اقفل المايك على الناس كلها هنا ثواني كده. ايوه يا جماعه يا ريت كل انا عملت ميوت لكل الناس كده، فيا ريت اللي عنده لسه مش ميوت يعمل ميوت لنفسه عشان ما نعملش نويز على بعضنا يعني. 2008 تقريبا اكتر من نص الولايات اكتر من 20%، وفي عندنا مجموعه ولايات عدت ال 30% كمان. دي 2008 2009 2010 دي اخر صورة عندنا 2010. لو لاحظنا ان احنا في خلال 25 سنة بس المتوسط العام للأوبيزيتي في امريكا كان ما بين 10 ل 15%. النهارده بنتكلم عن معدل وفيات، معدل قصدي أوبيزيتي، معدل أوبيزيتي ما بين 20 لاكثر من 30%. اكتر من 30 ده ممكن تبقى 40 ممكن تبقى 50 في بعض الولايات. لكن احنا لو لاحظنا هنا في الصوره دي هنلاقي الازرق اللي هو اللبني ده اختفى خالص، والازرق الاغمق منه اختفى برضه، والكحلي ده اختفى خالص. بقت اقل ولايه عندنا فيها 15 ل 20% اوبيزيتي. يعني احنا عندنا تطور سريع جدا في 25 سنه بس في قاره او دوله زي امريكا. الاوبيزيتي تقريبا تضاعفت من 3 ل 4 مرات. طب يا ترى ايه سبب المشكله دي؟ هل في ريشيال ديفرنس مثلا؟ هل في مثلا تفرق مثلا من حاجه مع حد لحد؟ الاجابه انه في بعض الريسز بتبقى عندها اكتر، لكن مش معنى ذلك ان مفيش، ان في عندنا ريس اميون. كل الريسز كل الريشيال على العالم كله بتزيد فيهم نسبه الاوبيزيتي، لكن اوبيزيتي لقوها اكتر في بعض الريس عن ناس تانيين. زي مثلا
النون هيسبانيك بلاك جيرلز، يعني النون هيسبانيك فيميل لما الافارقه الفيميل يعني، والهيسبانيك بويز دي اكتر تبقى عندهم الايه الاوبيزيتي. وكومون في الامريكان انديان اللي هم الايه الهنود الحمر يعني في امريكا، وفي النيتيف الاسكان تشيلدرن كمان اللي هم ايه يعني الناس اللي هم سكان امريكا الاصليين وسكان الاسكا الاصليين، لقوا ان الاوبيزيتي عندهم بتبقى اكتر من اي حد في امريكا. لا يعني ده معناه ان في فعلا ريشيال ديفرنس، لكن ده ما يعنيش ابدا انه في ريس عندنا اميون اجينست ذا رايز اوف اوبيزيتي. دبليو اتش او كلاسيفيكيشن اوف اوبيزيتي، يعني ايه اوبيزيتي؟ احنا قلنا انه بيعتمد على البودي ماس اندكس. بودي ماس اندكس اللي هو الويت بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر بالمتر يعني. فهنشوف هيدي رقم يتراوح مثلا ما بين الطبيعي انه بيتراوح ما بين 19 ل 25 حسب ال WHO بالظبط، يقول لك من 18.5 ل 24.9 ده اسمه هيلثي ويت. لو قل عن كده اسمه لو ويت. اوفر ويت 25 29.9 يعني اقل من 30. اوبيز من 30 ل 39. موربد اوبيز من 40 فما فوق. دي التقسيمه القديمه بتاعتنا. التقسيمه الجديده بتاعت ال WHO بتقول ان ما فيش حاجه اسمها اوفر ويت، هو كله عندنا اسمه اوبيزيتي. بعد ال 24.9 بعدها على طول اسمها اوبيزيتي. يبقى انا عندي من 25 اسمه اوبيز، 25 لغايه اقل من 30 اسمها جريد 1 اوبيزيتي، 30 لغايه اقل من 40 اسمها جريد 2 اوبيزيتي، اكتر من 40 اسمها جريد 3 اوبيزيتي. يبقى احنا ننسى كلمه اوفر ويت دلوقتي. اوفر ويت دي التقسيمه القديمه. التقسيمه الجديده او التسميه الجديده بتاعت الدبليو اتش او ان كلهم اسمهم اوبيز، بس متقسمين لجريد، جريد 1 جريد 2 جريد 3. ليه مقسمينهم جريدز؟ لان كل جريد اكتر من الجريد اللي تحتها في الكومبليكيشنز وفي الهيلث اوت كامز اند السوشيو ايكونوميكال اوت كامز. طيب كمثال يعني لما اجي احسب البودي ماس اندكس احسبه ازاي؟ لو قلنا ان انا عندي مجموعه من الناس كل واحد طوله 165 سنتي والثاني 173 والثالث 185 وكلهم على الابر ليميت بتاع الجريد 1 اوبيزيتي يعني 30 بالظبط او عند اللي هو الليميت بتاع الاوبيزيتي بتاع الجريد 2 اوبيزيتي. تمام؟ يبقى الوزن هنا هيفرق من واحد للثاني ازاي؟ الاولاني هيطلع وزنه 80 81 كيلو، الثاني هيطلع وزنه داخل على 90، التالت 100 كيلو. يبقى انا مفيش وزن ثابت يقول لي ان بعد كده في اوبيزيتي او مفيش. انا دايما بحسب الوزن بدلاله الطول. تمام؟ الحسبه القديمه خالص بتاع اخصم من الطول 100 دي مش دقيقه. لان لو جينا حسبنا ال 165 هيقول لي ان معناها ان انا ما عنديش 65 كيلو. يعني مفيش حد يعني اعتقد ما حدش حاليا هيبقى 65 كيلو يعني بالذات الميلز يعني. وبنفس الطريقه يعني هي الحسبه مش دقيقه قوي لكن يعني ممكن نمشيها رفلي. هي حسبه ان انا بحسب 100 من بخصم 100 من الطول يطلع لي الوزن تقريبيا يعني. لكن عايز احسب بالمظبوط بحسب الويت اقسمه على مربع الطول. انواع الاوبيزيتي بقى، هل كل الناس الاوفر ويت او الاوبيز هم نفس الديزيز ولا دول تو ديزيز مختلفين ولا ايه بالظبط؟ من يعني اللي عنده كومنت حاجه يقولوا على في الشات عادي يعني احنا قافلين الصوت بس عادي ممكن تكتبه في الشات. في عندنا كام تايب في اوبيزيتي؟ هم تو تايبز، ما دام قلنا ان في تايبز يبقى كده هم على الاقل اثنين يعني. يفرقوا ايه عن بعض بقى؟ في ناس تبقى تخينه في ال تمام؟ ايه انواع الاوبيزيتي بقى؟ في نظريه اسمها نظريه التفاحه والكمتراية. يعني ايه؟
المكان اللي بتركز فيه الفات. هو الاوبيزيتي معناها ان انا عندي الانكم بتاعي في الانرجي في الدايت اكتر من الاكسبندشر، اكتر من اللي انا بصرفه. العالم كله النهارده بيتجه نحو الاوبيزيتي. ليه؟ بسبب وفره الاكل، وبسبب العادات الغذائيه السيئه، وبسبب برضو قله الحركه. زمان الناس كانت اكثر عرضه للمجاعات. في اخر 100 سنه الناس المعرضه للمجاعات قلت اكثر من 80% عن القرون اللي فاتت. لكن الناس المعرضه للاوبيزيتي زادت اكثر من 50 60 ضعف عن القرون اللي فاتت. يعني في نظريه في التطور بتقول لك ان الانسان على مدى الاف السنين اصبح اكثر قدره على تحمل المجاعه، لكنه اقل قدره على تحمل الاوفر ويت او تحمل الاوفر ايتنج يعني. فدي نظريه بس يعني ايه؟ احنا هنقول ان جسمنا مش مهيئ انه يحتفظ بالزياده في الفات. فبتتحول عنده الى تخزين زياده مش مستغل. طيب بتتخزن فين الفات دي؟ في طريقتين، يا اما بتتخزن سنترالي يعني على في النص الجسم بالظبط في الابدومين ابدومينال وول، يا اما بتتخزن تحت في الارداف والرجلين. الاولاني اسمه سنترال اوبيزيتي. سنترال اوبيزيتي اللي هو بتتخزن اكتر في النص، يبقى عنده كرش يعني. ودي اكتر ان ميلز، تلاقي الميلز دايما لما يتخنوا في النص، تلاقي رجليه رفيعين وبطنه هي اللي ايه؟ هي اللي كبيره. الفيميلز في العادي بتبقى عندهم النوع الثاني اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو نظريه الايه؟ اللي هو تبع الكمتراي، يبقى من فوق رفيع ما فيش كرش قوي، لكن المشكله فين؟ في الارداف وفي الرجلين، يبقى دي اسمها lower limb obesity او peripheral obesity. تمام؟ مين فيهم الاكثر او الاخطر؟ قلنا الاكثر ان ميلز هي السنترال، اكثر ان فيميلز الايه؟ البريفرال. ميلز ستور مور فات سنترالي اند هاف انكريز هيز هيلث ريسك اسوشيتد وذ بودي فاتنس. الاخطر منهم على الصحه العامه والاكثر ان يعمل انسولين ريزيستنس ويديفلوب دايابيتس ويديفلوب ميتابوليك سندروم وايفن جاوت وهايبرتنشن وكارديو باسكولار بروبلم. كل المشاكل دي اكثر مع السنترال اوبيستي مش مع البريفرال. تمام كده؟ مش هنتكلم كتير في الموضوع ده. دي اللي هي اسمها ابل فيرسس بير. الميل دايما تلاقي عنده كرش في النص، تلاقي رجليه رفيعين هما، لكن ايه؟ الابدومن هو اللي تخين عنده. الفيميل تلاقي من فوق رفيعه وتحت هي الايه؟ اللور ليمب هو اللي تخين عندها. بيقسموها ازاي؟ بيعمل خط كده عند الويست. لو لقى اللي فوق اتخن من اللي تحت يبقى ده سنتر اوبيزيتي. لقى اللي تحت اتخن من اللي فوق يبقى دي اسمها بريفرال اوبيزيتي. دي نظريه الابل فيرسس بير، دي هي الكمبيوترايه والتفاحه. طيب كده من ضمن الحاجات اللي انا بشوف هل في سنترال اوبيزيتي ولا لا، غير الوزن، الوزن ده بيدينا الاجمالي، اجمالي البني ادم ده عنده اوبيزيتي ولا ما عندوش. طب انا عايز اعرف هل ده عنده سنترال ولا بريفرال؟ قال لك احنا بنقيس الويست سيركمفرنس. الويست سيركمفرنس الايديال 90 سم ان ميل و80 سم ان فيميل، ومسموح لغايه 102 ان ميل 88 ان فيميل. زاد عن كده يبقى ايه؟ يبقى اسمه سنترال اوبيزيتي. وقلنا العيان لو عنده سنترال اوبيزيتي فده معناه ان هو مور ريسك انه يحصل له كل المشاكل الصحيه بتاعه الاوبيزيتي. تمام كده؟ يبقى دي تفرق معايا. لو انا عندي راجل وزنه 120 كيلو بس الويست كومبرس كويس، ممكن يبقى الوزن ده في العضلات، في يكون هو رياضي مثلا شويه، يكون عنده اللي هو الليمب اوبيزيتي شويه، مش هيبقى في ريسك جامد. لكن لو نفس الوزن بس عنده سنتر اوبيزيتي يبقى ده مور ريسك لايه؟ لمشاكل الاوبيزيتي. وده التارجت بتاعي ان اعمل له دايت ريجيمين واعمل له حاجات للتخسيس، هيبقى اهم من الثاني اللي عنده بريفرال اوبيزيتي. هنا بيقول لك نعمل الويست ولا البي ام اي، الاثنين مهمين. البي ام اي بيحسب لي التوتال، والويست بيحسب لي نوع الاوبيزيتي.
ايه بقى اسباب الاوبيزيتي؟ احنا عندنا جسمنا دايما فيه توازن ما بين الانرجي انتيك والانرجي اكسبنديتشر، ما بين الطاقه اللي انا باخدها في الاكل والطاقه اللي انا بصرفها في الحركه وفي اعمال او وظائف الجسم. تمام؟ بيعتمد او بيأثر في التوازن ده الاكل اللي انا باكله، النيوتريشن، الاكتيفيتي، الشغل اللي انا بشتغله، بحرك ازاي، بقعد في سيدنتري لايف ستايل ولا شغال في الفلاحه، في المعمار، في البتاع. الاندوكراين فاكتور بتاثر طبعا، الجينيتكس بتاثر، والدرجز. الاندوكراين طبعا معروف جدا وواضح جدا ان في 6 ديفرنس، مثلا بنقول ان الفيميل ليها اكتر بتبقى لايبيتي للبريفر اوبيزيتي، الميل ليها اكتر للسنتر اوبيزيتي، حتى توزيع الفات يفرق عن الميل عن الفيميل. الوزن النسبي لكل جزء من الجسم بيفرق ميل عن فيميل. لو لقيت اثنين ليهم نفس الوزن، ميل وفيميل مثلا وزنهم 82 كيلو، فمتوقع انك هتلاقي الراجل ما عندوش مشكله في الوزن، لان 80 كيلو اللي عنده هتلاقي نسبه كبيره منهم حوالي 30 40% عباره عن مصل، خصوصا ان هو جسم رياضي. لكن الفيميل لو 80 كيلو هتلاقي الجزء الاكبر من وزنها بقى فات، بتبقى اوبيز، حتى حجمها هتلاقيها اكبر من الراجل اللي وزنه 80 كيلو. لو شفتهم الاثنين مع بعض هتلاقي الراجل وزنه يعني شكله كده سمباتيك ورفيع وحلو، والست تخينه شويه او اوفر ويت شويه، مع ان لو وزنتهم عند بعضهم الاثنين هيطلعوا نفس الوزن. يبقى ده جزء بيفسر لي الاندوكراين فاكتورز اللي بتاثر على الاوبيزيتي. برضو من اذر هرمونز اذر ذان سكس هرمونز، الثيرويد مثلا، الهايبر ثيرويديزم بيبقى اكثر عرضه ان يبقوا اندر ويت، والهايبو ثيرويديزم اكثر عرضه في المعتاد ان يبقوا اوفر ويت. جينيتكس يعني في دور للجين، يعني مش معروف قوي انهي جين بيعمل ايه. الدراجز، الاسترويد اشهر دواء عندنا بيستخدم بيعمل اوفر ويت، لدرجه ان انا يعني لقيت بعض الزملاء يعني في العلاج الطبيعي بيدوا استرويد للرفيع عشان يتخن، وبيدوا التروكسين او اللي هو الثيروكسين هرمون للتخين العادي يرفع، يعني حاجه في منتهى يعني الايه العسل والله. يعني طبعا ده مش صح، يعني ان ما ينفعش اعالج مريض عنده او عنده اوفر ويت او اندر ويت بان لخبط له المنظومه الهرمونيه في جسمه كله، ده طبعا مش صح، الا اللي هو اصلا عنده مشكله وانا بعالج المشكله دي كهرمونز يعني. طيب دي اسباب الاوبيستي ان جنرال، احنا قلناها، احنا بنتكلم بعد شويه بالتفصيل. مشكله السيدنتري لايف ستايل طبعا، وقله الاكتيفيتي، مشكله الغذاء اللي بناكله وهو غذاء مش صحي، احنا بناكل كتير كميات كبيره وفي نفس الوقت بناكل كميات مش صحيه. طيب قبل ما ندخل في الاسباب التفصيليه للاوبيستي، هنقول ايه مشاكل الاوبيستي علينا كمجتمع وكدول وكجلوبال. يعني كوست اوف اوبيستي في بريطانيا لوحدها من 13 سنه كانوا بيتكلفوا 4.6 مليار جنيه استرليني في السنه. لو حد يا جماعه، انا عامل ميوت لكل الناس، لو حد لسه معمول له مش معمول له ميوت يعمل نفسه ميوت. بيقول انه الاوبيزيتي بتكلف في بريطانيا بس بارقام 2007 حوالي 4.5 مليار جنيه استرليني. ايه بتكلفها ازاي؟ يا اما دايركت تيجي الناس بتموت بتقل من القوى العامله، هيلث سيرفيسز، مستشفيات وخدمه طبيه، دراجز، ادويه بتتصرف، هوسبيتال كوست، تكاليف مستشفيات واقامه مستشفيات، او اندايركت نتيجه disability and employment، اجازات، early retirement، ان العيان ده بقى تخين شويه فبقى اقل قدره على العمل فطلب معاش مبكر، او هو اصلا ما بيروحش يشتغل بانتظام، او جاله دايابيتس او هايبرتنشن او وات ايفر يعني من مشاكل او كارديوفاسكولار بروبلم. في بريطانيا بس في عندهم 18 مليون سيك ليف دايز، يعني 18 مليون يوم اجازه مرضي في السنه، يعني حوالي 40 ألف سنة في السنة الأخير يعني أو غياب يعني.
ولقوا ان الناس الاوبيز بتموت قبل الناس اللي مش اوبيز بتسع سنين تقريبا في المتوسط. يبقى دي الـ indirect costs of obesity. في حاجة اسمها اللي هي intangible اللي هي ايه؟ الحاجة اللي ما بتتقاسش بالظبط بفلوس يعني. التكلفة المعنوية يعني. loss of esteem relationships وبين اللي هي فقدان الثقة بالنفس وفقدان العلاقات مع الآخرين والألم النفسي اللي بيصاحب الأوبيزيتي. طيب نيجي للمشاكل الصحية اللي ممكن تؤدي تكون نتيجة الأوبيزيتي. طبعا يعني حدث ولا حرج. من أول الميتابوليك سيندروم، ودي تشمل الهايبرتنشن، الديابيتس، الجوت، هرمون الابنورماليتي. قلنا الهرمونز ممكن هي اللي تعمل اوبيزيتي، وممكن اوبيزيتي تتلخبطها. لو الاوبيزيتي بتعمل انسولين ريزيستنس فبتعمل دايابيتس، وبرضه الهرمونز ممكن تعمل اوفيريان ريزيستنس وتعمل بي سي او وتعمل انفيرتيلتي في الفيميل. ممكن تقلل الليبيدو، ممكن تقلل الميل. الوقت قرب يخلص، فاضل 10 دقايق بس، لما يخلص هاخد تاني ان شاء الله. تمام. بتقلل السيكشوال ديزاير ميل وفيميل، بس اكتر في الميلز. ممكن تعمل جوي بلر ديس اوردرز، ممكن تعمل اوستيو اثرايتس. طبعا اوستيو اثرايتس بالذات في الهيب والني، والني بالذات في مصر. كل كيلو جرام زياده عن النورمال بيزود البريشر على الني 4 كيلو الى 5 كيلو. احفظ الارقام دي. كل كيلو زياده عن الطبيعي الوزن بتزود الضغط على الني من 4 ل 5 كيلو. يعني لو العيان ده زايد عن الايديال بتاعه 20 كيلو، فكل ركبه من ركبتينه الضغط بيزيد عليها اثناء المشي والحركه 80 الى 100 كيلو. هي مش شايله 100 كيلو، هي شايله فوق طاقتها 100 كيلو. فاهمين القصه؟ عشان كده تبقى مور ايرلي ان يحصل لها اوستيو اثرايتس. طبعا بعد كده مشاكل الكارديو باسكولار، الريسبيراتوري، الستروك، الكانسر. يعني في كلام ممكن، هل ممكن تعمل كانسر او لا، او ايه انواع الكانسر اللي ممكن تؤدي تسببها الاوبيزيتي. دي باختصار المشاكل الصحيه مالا يعني دي الاوبيزيتي. طيب هارت ديزيز، الريسك فاكتور فور هارت ديزيز such as high cholesterol and high blood pressure occur with increased frequency in overweight children and adults. cancer breathing problem، طبعا كل المشاكل اللي قلناها قبل كده. لو قدرت انزل من وزن اي شخص 10% وبس، مش لازم اوصله للايديال ويت بتاعه. لو قدرت اوصله بس انقصه 10% من وزنه، فانا كده قللت المورتاليتي بتاعته 20%، وقللت الديابيتس، قللت الاوبيزيتي ريليتد ديس 48%، قللت السكر 10%. يعني العيان ده لو 150 على 90 اكثر من النورمال بتاع الابر ديميت بتاع النورمال. لو انا قللت الوزن بتاعه 10% هيبقى 140 80. ديابيتس 50% فول ان فاستنج جلوكوز. متخيلين الرقم ده؟ العيان ده عنده السكر بتاعه 250 وما بينزلش، ده ممكن يحتاج اورج، يحتاج انسولين. لكن لو قللت انا اصل الوزن 10% انا كده الجلوكوز فاستنج جلوكوز 50%. وبالتالي انا شخصيا اعرف ناس كثيره لما قللوا الوزن بتاعهم وكانوا دايابيتك اوريدي. بس شويه بس ان هو قلل وزنه قدر يستغني تماما عن قلل 10%. اعمل امير بقى، اعمل بيتي كله. ها تيجي معايا؟ تيجي معايا؟ لا روح انت، تعالى على ميت. يعني منين دي نعمل كده ان ميوت؟ وعموما احنا فاضل 5 دقايق يا دكتور كده، فايه لما نيجي ندخل في الجديد هعملها من الاول ميوتد.
تمام كده، نكمل بس الحته دي عشان لما نقفل ندخل على حته جديده. يبقى انقاص الوزن 10% بس بيقلل المورتاليتي 20%، بيقلل البلاد بريشر 10 مليمتر ميركوري في الستول والدياستول، بيقلل السكر 50%، بيقلل الليبيدز 10% في الكوليسترول، 15% ال دي ال، 30% في التريجليسرايد، و8% بس في اتش دي ال. تمام كده؟ هنعدي الحتت دي بسرعه كده. يبقى احنا ايه بقى مشاكل الاوبيستي دلوقتي؟ ليه الاوبيستي بتزيد؟ السبب الرئيسي في الاوبيستي هو لخبطتنا في الاكل والحركه، لان المشاكل الثانيه الهرمونز، الجينيتكس، الحاجات دي موجوده من زمان. ايه اللي خلى الموضوع زاد قوي في الفتره الاخيره؟ الاساس ان احنا بناكل غلط وبنتحرك غلط. في حاجه هنا اسمها سيدنتري ديث سيندروم، دي سيندروم بتيجي نتيجه السيدنتري لايف ستايل. سيدنتري ديث سيندروم التيرم كويند باي دكتور فرانك بوس تو دايجنوز ذا جروينج ايبيديميك، او مسميها ايبيديميك. يعني هو الراجل ده معتبر ان الاوبيزيتي حاجه زي الكورونا فيروس كده، يعني حاجه ايبيديميك بانديميك في العالم كله. اوف فيزيكال ان اكتيفيتي and its relationship to chronic preventable diseases، بنسميها هنا preventable، رغم ان هي بتؤدي لديابيتس وهايبرتنشن الحاجات دي، المفروض ان هي يعني احنا على كمان احنا ان هي unpreventable. لا، هو لو قللت اقلل الوزن فانا همنع تطور البري دايابيتس لدايابيتس والبري هايبرتنشن لهايبرتنشن. عشان كده دي سميناها sedentary death syndrome او SEDS. هو سماها سيدنتري ديث سندروم لان بيقول لك ان الامراض دي اللي ممكن تكون قاتله يمكن تفاديها بان انا اقلل او امنع السيدنتري لايف بيهيفير بتاعنا. ايه سيدنتري ديث سندروم؟ The term used to describe the fact that inactivity alone result in the problems and conditions that eventually lead to premature death. The Sedentary Death Syndrome will cause 2.5 مليون American die prematurely in the next decade، يعني من 2020 ل 2030 متوقع من 2.5 ل 3 مليون بني ادم هيموتوا قبل ما عاد العمر بيد الله طبعا، بس هو المقصود قبل المتوقع عليهم احصائيا وطبيا. من 2.5 ل 3 مليون هيموتوا قبل، حوالي 1% من سكان امريكا. SEDS will cost close about 2 تريليون دولار في الهيلث كير اكسبنسز ان ذا يونايتد ستيتس في ال 10 سنين الجايين. قلنا لو فاكرين من شويه ان تكلفه الاوبيستي الدايركت بس في بريطانيا 4.5 مليار جنيه استرليني. لما حسبوا الدايركت والاندايركت بقى على بعض في امريكا في ال 10 سنين الجايين لقوها ممكن تصل ل 2 تريليون دولار. يعني لك ان تعلم مثلا يعني انه تكلفه 11/9 على امريكا كانت حوالي 150 مليار دولار. تكلفه احتلال العراق وافغانستان على بعض ما تطلعش الرقم ده. تكلفه الكورونا حاليا ما تطلعش الرقم ده. يعني امريكا لما عملت ميزانيه لمقاومه كورونا قالت 2 تريليون دولار ولسه ما تقريبش نوصلهم لغايه دلوقتي. يعني المتوقع من الاوبيزيتي لوحدها هتؤدي لخسائر اقتصاديه في امريكا 2 تريليون دولار في 10 سنين. يعني قد اللي هيتصرف في بانديميك بحجم الكورونا. انت متخيلين يعني الفكره فين؟ Chronic diseases have increased because of physical inactivity. في امريكا تايب 2 diabetes زاد من 58 لغايه دلوقتي 9 اضعاف. يعني 900%. Obesity doubled يعني بقت 200%. والهارت ديزيز remain the number of cause of this. Children are now growing. They are increasing overweight, showing fatty streaks in the arteries. يعني لقوا ان كمان الامراض اللي كانت بتيجي في الكبار خالص زي مثلا cardiovascular diseases, ischemic heart disease، كان التقليد بتاعها الكلاسيك بتاعها ان هي بتيجي في سن بعد ال 40، بعد ال 50، بعد ال 60. حاليا شفنا اطفال عندهم اثيروسكليروسس ب
بسبب ايه؟ بسبب السيدنتري لايف ستايل والبري ماتيور اوبيزيتي والتشيلدرن اوبيزيتي. نقول ان السيدنتري لايف او سيدنتري ريسك سندروم ريليتد بروبلم تبدا بالاوبيزيتي وتنتهي بالاخر بالديس نتيجه كل الامراض اللي ممكن تتخيلها نتيجه السيدنتري لايف ستايل زي فيزيكال فريليتي ارثرايتس فايبروميالجيا كرونيك باك بين اوستيوبوروزيس ريزلتنج ان بروكن هيبز وبالتبرا فيمورال فراكشرز. وزي ما احنا عارفين ان مثلا حاجه زي الـ زي الهيب فراكشر فراكشر نيك فيما مثلا دي ممكن تؤدي لوفيات بنسبة 50% within the first year في الاولد ايج. فما هياش مجرد فراكشر، دي فراكشر يؤدي الى وفاة. برضه سباينال كورد انجريز وما يتبعها من مشاكل بارابليجيا كوادريبليجيا والى اخره. دايجست بروبلمز وريتال بروسترون جماعة يا ريت انا عامل ازاي مش معمول عندي جول ستونز هاي بلاد تريجليسرايد وهاي بلاد كوليسترول وما يتبعها من مشاكل في الـ في الاثيروسكليروزيس وما يتبعها هنا يعني. تاني برضو اللو بلاد اتش دي اي ودي مهمه ان تبقى زياده ما تبقاش قليله. هاي بلاد جلوكوز ودي قلنا ان في بعض الناس لما بقلل لهم الوزن بس وبزود الحركه وبقلل السيدنتري لايف ستايل بتاعهم ممكن اوصل لمرحله ان انا اقدر استغنى تماما عن ال عن عن التريتمنت بتاع الدايابيتس. فدي برضو حته مهمه ان انا اقدر استغنى عن تريتمنت الدايابيتس وارد ان انا اقلل الوزن بس. طبعا مش كل الناس يعني عشان ما حدش يفتكر ان انا بقول نبطل الدواء السكر ونشتغل في التخسيس. لا مش لكل الناس، الناس اللي عندهم الدايابيتس ديو تو insulin resistance due to obesity. دول لما بيقل الوزن عندهم ما اقدر اوقف علاج السكر او اقلله. هايبرتنشن طبعا قلنا، مايوكارديال اسكيميا، مايوكارديال انفكشنز، اريزميا، كونجستيف هارت فيلير، ستروك، ديبريشن، برونكيال ازمة، ستيب ابنيا سندروم، هيديك، وديزيز كاشيكسيا، وديبيتينج ادنسز، واخيرا كانسر، وتحديدا كانسر بريست انتي كانسر كولون. وكانسر بريست ده واحد يمكن هو ذا موست كومون كانسر ان فيميل، وكانسر كولون واحد من الكومون كانسرز ان ميلز وفيميلز في الاولد ايج. من ضمن الاسباب الرئيسيه للكانسرات دول هم السيدنتري ديس سندروم اللي هي الحياه بتاعتنا اللي ما فيهاش حركه ما فيهاش رياضه. دي المشاكل المتوقعه للسيدنتري لايف ستايل. Physical inactivity causes nearly 30% of all diseases from heart disease, cancer, colon, and diabetes. تلت وفيات العالم النهارده من الهارت ديزيز والكانسر كولون والدايابيتس تلتهم سبب الدايابيتس والكانسر كولون والهارت ديزيز هو سيدنتري لايف ستايل. لايف ستايل ذات بروموت فيزيكال اكتيفيتي بيتر نيوتريشن ريديوس ذا تشانس of getting sedentary risk syndrome and muscular function capacities, improve quality of life and increase independent living. Independent living يعني معناها الحياة بدون اعتماد على الآخرين يعني. تمام كده؟ Percent of inactive candidate دي بقى دراسة في كندا اتعملت بيقول لك انه ال طيب احنا عندي نسبة الناس اللي هم عندهم سيدنتري لايف ستايل كام في المية؟ لقوا ان الاطفال الصغيرين بسن 12 سنة فيهم 20% في الميل و40 من الفيميل عندهم سيدنتري لايف ستايل. انت متخيلين الرقم؟ يعني زمان كان الطفل ده الاطفال الصغيرين ده بيجروا بيتنططوا بيتحركوا، لا دلوقتي نتيجة طبعا الموبايل فونز والكلام ده ناخد بالنا كمان ده الكلام ده كمان من 20 سنه الارقام دي اكتر كمان دلوقتي مع التلفزيون وما تابعه يعني والقعده في البيت مده طويله. الناس بقت عندنا الاطفال الصغيرين خمسهم تقريبا بيعتبروا اكتف جروب السيدنتري لايف ستايل. الارقام دي بتوصل بعد سن 65 الى 60% ان ميلز و70% ان فيميلز.
فلو قلنا ان ده ديزيز يبقى ده one of the most common diseases لو اعتبرناه ديزيز في حد ذاته. الويكلي اورز اوف فيزيكال اكتيفيتي هنا بنشوف ايه متوسط الساعات اللي بيقضيها الانسان كاكتف حركه ويتنطط ويطلع وينزل الحاجات دي من سن سنه لسن 4 سنين الطفل بيتحرك في متوسط 25 ساعه في الاسبوع يعني حوالي تقريبا 3 ساعات وشويه في ونص تقريبا في اليوم دول جري وتنطيط وحركه يعني من 5 الى 12 سنه بيقلوا الى 20 ساعه 22 ساعه يمكن اقل كمان 18 ساعه بعد 13 سنه ل 17 سنه بيبقوا 15 ساعه في الاسبوع يعني حوالي ساعتين بس في اليوم المشكله بقى ان ده جاي لك الاطفال بس تخيل بقى في الكوكب بيبقى شكله ازاي يعني بعد سن ال 40 ممكن تصل ل 1 اور او اقل في اليوم ودي تعتبر كارثه كارثه لينا كلنا يعني مش لحد يعني طيب هنعدي دي بسرعه كده بيقول ان appropriate regular physical activity is a major component in preventing the growing global burden of chronic diseases زي diabetes زي hypertension زي cancers زي hormonal problems اهم حاجه او واحده من اهم نقاط العلاج او البريفنشن لهذه chronic diseases هي increase او achieve regular physical activity لكن 60% من الـ global population fails to achieve the minimum recommendation of 30 minutes moderate intensity activity daily. المفروض ان انا المينيمم بتاعي 30 دقيقة في اليوم physical activity رياضة على الأقل 30 دقيقة في اليوم. هذا رقم صغير قوي 60% من الناس في العالم في الكرة الأرضية ما بيقدروش يحققوا 30 دقيقة يوميا دول. لو قلنا ان العالم كله فيه 7 مليار فيبقى في 4 مليار بني ادم ما بيعملوش رياضه 30 دقيقه في اليوم. الشعب المصري 100 مليون 60 او 70 مليون منهم لا يمارس الرياضه. Risk of getting cardiovascular disease increase مره ونص في الناس اللي ما بيعملوش المينيمال اكتيفيتي دي. An activity greatly contribute to medical cost by estimated 75 مليار في امريكا لوحدها. سنة 2000 لوحدها سنة واحدة 75 مليار تكلفة الأوبيزيتي ريليتد كوست كان ده في سنة 2000 قلنا من 2020 ل 2030 هتبقى التكلفة 2 تريليون في 10 سنين يعني حوالي 200 مليار في السنة هنا من 20 سنة كانت التكلفة 75 مليار Increased physical activity is associated societal not just an individual problem يعني دي مشكلة مجتمعية مش مشكلة شخصية and demands a population-based multi-sectoral, multi-disciplinary and culturally relevant approach. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مش هقدر احل مشكله الناس اقول للناس اعملوا رياضه وانا عندي شرايح مكسره. ما ينفعش اقول للناس اطلع مارس رياضه وانا ما عنديش مكان للرياضه. ما ينفعش اقول للناس اطلع اعمل رياضه وهو عشان يجيب كوتشي ب 500 جنيه ولا بتاع ده ويجيب تيشيرت بكذا ولا لبس رياضي بكذا وهو اصلا يا دوبك مرتبه مكفيه. فدي مشكله مجتمعيه مشكله على المستوى القومي على مستوى الدوله نفسها على مستوى قطاعات كثيره مش داخله ببعضها. ما ينفعش اقول لواحده ست في دوله زي مصر دوله محافظه او مكان يعني دوله اسلاميه دوله مسلمه مجتمع شرقي اقول لها روح العبي رياضه ولا اجري في الاستاد وتروح تلاقي مفيش مكان للبنات مثلا لوحدهم هتبقى هي هترفض لوحدها حتى لو انا قلت لها فدي برضو الجزء اللي هو الثقافه والمجتمع والدوله والاجراءات اللي المفروض تتعمل على بعضها عشان اشجع الناس تلعب رياضه لازم يبقى عنده وقت ما يبقاش شغال 3 4 شغلانات في اليوم وما عندوش ولا 5 دقائق في النص فاضي ما ينفعش يبقى دخله ما فيهوش اي فضال ان يطلع يمارس رياضه شويه ويرجع ما ينفعش يبقى مش لاقي مكان يمارس فيه الرياضه ما ينفعش يبقى ما عندوش الكوست او ما عندوش الفاينانشال انه يقدر يصرف على ان يجيب كوتش رياضي ويجيب حاجه لان انا لو قلت لواحد يمشي مثلا نص ساعه في اليوم حتى لو في الشارع والشارع مكسر وهو ما عندوش كوتش عنده جزمه عاديه
هم مرتين هيروحوا ويجي هيقول لي جت ما باظت، مش هينفع. يبقى انا كل الحاجات دي لازم احطها في دماغي وانا بشجع الناس على الفيزيكال اكتيفيتي. لكن احنا بنقول يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، فبنقول نحاول بقدر الامكان نشجع الناس انها تزود النشاط بتاعها شويه. يعني احنا بنقول الناس المشوار الصغير اللي ممكن تاخده مثلا بمشي، مفيش داعي ابدا تاخده في توك توك لو انت مش مستعجل، او في تاكسي لو عندك عربيه يا ريت، مش كل المشاوير تبقى بالعربيه، يا ريت لو في مشاوير صغيره ممكن تقضيها لوحدك، ممكن لو امكن حتى تكون مره او مرتين في الاسبوع على الاقل، لو تشترك في الستاد او في نادي رياضي وتمشي حتى تمشيه تلعب مع شله اصحابك مثلا بقدر الامكان. يعني عادي كان كده بسرعه. ده كان قصه الاوبيزيتي، والاوبيزيتي سببها ايه؟ قلنا الاسباب الرئيسيه لخبطه الاكل عندنا وهنشوف بعد شويه، ولخبطه الانكتيفيتي بتاعتنا. احنا في مجتمع دلوقتي او في عصر الانكتيفيتي، احنا دلوقتي كل حاجه عندنا بالريموت. تلاقي يعني معلش بكلمه واحد عايش في عشه لكن عنده التلفزيون بتاعه بالريموت، لما بيطلع يغير القناه بيغيرها بالريموت وهو قاعد في البيت وقاعد في السرير بتاعه. فالسيدنت لايف ستايل دي مشكله عالميه، كله حاليا حلت محل الانسان في معظم الشغل، ما فيش حد بيشتغل بايده شغل عنيف او شغل تقيل، والرياضه بقت منسيه ما حدش فاضلها اصلا نتيجه ضغوط الحياه. فمشكله الفيزيكال اكتيفيتي هي المشكله الرئيسيه اللي بتؤدي الى الاوبستي. نعالج بقى الاوبستي ازاي؟ We are raising our children the way we raise calves for veal, keep them in boxes, feed them too much and allow them no exercise. ده دكتور اسمريتش كينج وورث في السي سي. واحنا بنربي عيالنا زي ما يكون بنربي فراخ او يعني ايه حاجه كده بنربيها عشان نذبحها على العيد مثلا، او عشان كاننا بنربي بالضبط يعني حاجه عشان اقتصاديا. يعني احنا بنحطهم في علب مقفوله، بنقعد ناكل فيهم وبنمنعهم من الحركه والتمارين. يعني دي مشكله عالميه، احنا الاطفال كلها ما بقتش مسموحه تطلع مثلا تلعب بره تجري، كان ده بقى قليل قوي. البيوت صغرت عن زمان، بقت ضيقه، ما عادش فيه براح او فرصه ان الطفل يطلع يلعب مثلا مع اصحابه مثلا في الشارع بره كذا. دي ما بقتش امان زي الاول، ما بقتش الدنيا مسموح بها زي زمان مثلا، زي قريبنا مثلا في الارياف او في الخلا زمان. يعني الحاجه الثانيه، احنا دلوقتي الاطفال الصغيرين بناكلهم بزياده دايما، احنا بنحب النون الصغير اللي بيكون ملطلط كده وخدوده تخينه وقلبوه كده، يعني ما اعرفش ليه. يعني دايما الستات او الامهات تشتكي ان ابنها ما بياكلش اكتر بكتير ما تشتكي ان ابنها بياكل كتير. يعني تقريبا انا ما شفتش، انا من واقع يعني اللي شفته، يعني انا 15 سنه دكتور روماتيزم، ما شفتش كتير ناس بيشتكوا ان ابنهم بياكل كتير او ان ابنهم تخين او بدهم تخينه. انا بتكلم عن الطفل الصغير اللي هو من سنه لاربع سنين بس. بيفرحوا جدا اولياء الامور او الامهات بالذات ان ابنهم تخين وملظلظ، ما تعرفش ليه يعني. فدي مشكله مش في مصر، مشكله عالميا طلع. يعني الاوبيزيتي لو جينا نشوف اسبابها باختصار كده زي ما قلناها من شويه، قلنا ان الجينيتك فاكتور يعني قد تصل الى 25% من ال يعني تاثيرها في الاوبيزيتي، لا يتعدى 25%. الكالتشر فاكتور 30%، الثقافه نفسها. احنا وجدنا فتره قريبه ويمكن لغايه دلوقتي في بعض البلاد بيعتبروا ان التخنه ده عز، يعني يقول لك التخين ده يعني ايه؟ ده واحد يعني عز. حتى احنا في الامثال الشعبيه بنقول لك ده فلان ده ملو هدومه. يعني ايه ملو هدومه؟ يعني تخين. فبنعتبر ان التخن ده حاجه حلوه. من اول الشعر العربي الجاهلي بتاع زمان بتاع تمشي الهوينه كما يمشي الوجه الوحل ومش عارف ايه الحاجات دي، دي ثقافه ان في بعض الثقافات ان التخن دي حاجه حلوه. الكالتشر افكت لوحدها بتاثر في 30% من الاوبيزيتي. يعني تاثير الثقافه وتاثير ان الناس ما بتنفرش من التخين وبتحب التخنه اكتر من تاثير الجينات. الانديفيدوال تشويس 45%. يبقى احنا لو قلنا الاوبيزيتي
ايه اللي ممكن يكون سبب الاوبستي في قسم من الناس، هنتوقع انه الجينيتك فاكتورز بتاعته مؤثره فيه ب 25% بس، الثقافه العامه المحيطه به 30%، لكن اختياراته هو الشخصيه 45%. ايه اختياراته الشخصيه؟ ان هو بارادته بياكل اكل غلط، بياكل اكل يعمل له اوفر ويت، وبارادته برضه ما بيتحركش حركه كويسه، وما بيعملش رياضه، ما بيلعبش رياضه، وعايش في سيدنتري لايف ستايل. هيتكلم باختصار عن كلمه الكالوريز عشان نفهم يعني ايه الانديفيدوال تشويسز، ان هو ازاي بياكل غلط. كالوري في اللغه او في العلم يعني كالوري معناها مقدار الحراره اللي بحتاجها عشان اسخن جرام واحد من الميه درجه مئويه واحده، دي اسمها كالوري. اللي احنا بنتكلم عليه في الطب اسمه الكيلو كالوري، الف من ده عشان بس نبقى فاهمين. يبقى انا لما بتكلم عن الكالوري بتاعها في الميديسن مش هو الكالوري بتاع الفيزياء، كالوري الفيزياء ده كميه الطاقه اللازمه لتسخين 1 جرام او 1 ملي لتر من الميه بمقدار درجه مئويه واحده. الكالوري اللي في الميديسن يعادل 1000 كالوري من ده، يعني اسمه يطرح كيلو كالوري. طيب لو انا باخد كالوري اكتر من اللي انا محتاجها يبقى انا هخزن، يبقى هتخن. لو بصرف كالوري اكتر من اللي باخدها يبقى انا بخسر كالوري، يبقى انا هخس. لو الاثنين زي بعض يبقى انا وزني هيفضل ثابت. دي باختصار. طيب الكالوريز دي عشان نفهم بس معناها ايه، ساعات احنا ما بناخدش بالنا ان في كميات كبيره جدا من الكالوريز في حاجات صغيره. يعني نوعيه الاكل، احنا هنتكلم بعد شويه عن انواع الاكل ويعني ايه اكل غلط. انا ممكن ما اكونش باكل كميات كبيره بس باكل غلط، باكل حاجات فيها كالوريز عاليه جدا. كمثال هنقوله بعد شويه طبعا بالتفصيل، الساندوتش الماك الكبير، الماكدونالدز الكبير اللي فيه بتاع بطاطس ومش عارف فراخ وجبنه ومش عارف كاتشب ومايونيز والحاجات دي كلها، فيه 540 كيلو كالوري. طبعا هو عشان بس كده شيء بشيء اذكر، احتياج البني ادم الطبيعي ما بين 1500 ل 2000 تقريبا كالوري. ممكن البريجننت تبقى اكتر شويه، ممكن الاطفال تبقى اقل شويه. هنقول ان هو في الطبيعي 2000 كالوري في المتوسط، يعني 2000 كيلو كالوري ده في اليوم. اكتر من نص الرقم ده بيروح اصلا في البيزل ميتابوليك ريت، اللي هو الميتابوليزم العادي بتاع الجسم حتى وانا نايم، اللي هو الجزء بقى اللي بيروح في تنظيم درجه الحراره، في الوظائف الحيويه في الجسم، في الرئتين، في القلب، في الحاجات دي كلها، دي اسمها البيزل ميتابوليك ريت. دي في الطبيعي بتصرف اكتر من نص ال 2000 بتوعي. انا لو باكل اكتر من 2000 وبصرف 2000 يبقى انا هتخن. لو باكل ال 2000 وبصرف اقل من 2000 برضه هتخن. يبقى لازم عشان اخس حاجه من اثنين، يا اما اقلل الاكل لاقل من 2000 لاقل من الاحتياج اليومي بتاعي المتوسط يعني، يا اما ازود الحركه بحيث ازود الصرف عن ال 2000، يا اما الاثنين مع بعض. هنا المثال بتاعنا الصغير ده بيقول لي انه البيج ماك سندوتش الماك الواحد اللي انا ممكن اتغدى سندوتش ماك وبعد ساعتين اجوع تاني عادي، يعني ده بيعادل 540 كيلو كالوري، حوالي ربع احتياج اليوم. الانرجي اوت اللي ممكن اللي اعملهم عشان اضيع سندوتش البيج ماك ده يعادل 40 دقيقه جري. يعني تخيل عشان انا اصرف الكميه الطاقه اللي خدتها في سندوتش ماكدونالدز محتاج 40 دقيقه راننج. طبعا يبقى قابلني لو عرفت تجري 40 دقيقه يعني بوزنك التخين ده، تمام كده؟ طيب زي ما قلنا من شويه، البيزل ميتابوليك ريت او يسموه ايرستنج ميتابوليك ريت ده بيبقى 60 ل 75% اوف اكسبندتشر. 60 ل 75% من الطاقه اللي بصرفها يوميا بتروح في البيزل ميتابوليك ريت، وده اللي هو جزء الطاقه اللي بيصرف على المحافظه على البيئه الداخليه للجسم، سواء طاقه درجه الحراره، درجه الحراره اللي بره لو 50 لو 40 لو 20 لو 10 لو ماينس 10 درجه حراره الجسم زي ما هي 37، ايه اللي بيحافظ عليها كده؟ البيزل ميتابوليك ريت بيحافظ، جزء كبير منه بيروح في الحفاظ على درجه الحراره. كمان الوظائف الحيويه في الجسم دول على بعضيهم
اسمهم البيزل او الريستريك ميتابوليك ريت. ثيرمال افكت اوف فود 10%. يعني ايه ثيرمال افكت اوف فود؟ انا باكل الاكل مش كله درجه حراره واحده، معظم الاكل اللي باكله بيبقى درجته اقل من درجه جسمي. طبعا بتتنقي الشاي والحاجات التخنه، لكن معظم الاكل اللي باكله يا اما اعلى يا اما اقل. في الحالتين انا بصرف طاقه عشان اخليه بدرجه حراره الجسم. الثيرمال افكت اوف فود ده بيقل 10%. فيزيكال اكتيفيتي 15-30% اوف ديلي كالوريك اكسبنشر. يبقى ده اليوجوال او المتوسط العام، ان انا بصرف من الطاقه بتاعتي اللي انا باكلها او اللي انا باخدها يوميا 60-70% في البيتا ميتابوليك ريت، 10% في الافكت فود نفسه، و الايه و 30% ماكسيمم في الديلي كالوريك اكسبنشر في النورمال. يعني طبعا في الرياضيين بتبقى اكتر من كده، بيكسب في الفيزيكال اكتيفيتي اكتر من كده. كل ما انا زودت الفيزيكال اكتيفيتي وقللت السيت لايف ستايل هقدر ازود الجزء الثاني ده اللي هو بتاع الفيزيكال اكتيفيتي، وده اللي اقدر اغيره. انا مش هقدر اغير الريتم ميتابوليك ريت ولا هقدر اغير الثيرمال افكت اوف فود. كل اللي هقدر اغيره الفيزيكال اكتيفيتي في الانرجي اوت. الانرجي ان بقى، كل 1 جرام من الفات بيديني 9 كالوري بالجرام. الكحول 7 كالوري. كربوهيدرات 4 كالوري، بروتين 4 كالوري. يبقى كده نظريا الفات وحش والسكر حيل. صح الكلام ده؟ لا غلط. ليه بقى؟ الفات بيديني 9 كالوري بالجرام. لكن ما ينفعش اوقف الفات واخليه على السكر. ليه؟ الفات بيديني حاجتين، بيديني اول حاجه في حاجه اسمها فات فيتامين مهمه جدا، طبعا لما كده حاجه يعني في حاجات مهمه في السنتي فاتي اسيد محتاجها، مش موجوده في مش هقدر اعملها لوحدي. برضو الفات بيديني الساتايتي سنتر، بيديني احساس بالشبع. فانا لو خدت مثلا بيضه مسلوقه وبيضه مقليه، نظريا البيضه المقليه اوحش. ليه؟ لان البيضه المقليه فيها فات، فيها زيت المقلي اللي مقليه فيه اكثر من البيضه المسلوقه اللي مسلوقه في الميه. لكن لو جيت في واقعيه، انت اكلت بيضه مقليه ممكن تشبع. عشان تشبع بنفس الاحساس بالبيض المسلوق محتاج ما بين 2 ل 3 بيضه مسلوقه. لو جيت تحسب التوتال انتيك بتاعنا من الثلاث بيضات من غير فات، هتلاقيهم اكثر في الكالوري من البيضه واحده بالفات. دي الاساس العلمي لكلمه الكيتو دايت، ان انا بقلل الكربوهيدرات وبزود الفات والبروتين. مش بزودهم اكتر من الطبيعي، يعني بزودهم لحدود الايديال بتاعي يعني، لكن نظريه ان انا امنع الفات خالص دي نظريه ثبت خطاها على فكره يعني. المفروض ان انا بدي الايديال اماونت اوف فات والايديال اماونت اوف بروتين، دول لازم اخدهم. الكربوهيدرات نحاول نقلل النشويات، ولو امكن نمنع السكر خالص ده يبقى افضل حاجه. مشكله السكر اللي هو السكروز او اللي هو سكر العادي، السكر بتاعنا اللي بنحطه ده في الاكل يعني او في الشاي والقهوه والحاجات دي والعصائر، مشكلته ان هو اكتر حاجه في الدنيا بتتحول لفات وتتخزن في الجسم. هو اكتر سبب لمشكله الاوبيستي هو السكر. السكر يليه الكربوهيدرات اللي بنشرب بقى الحاجات دي، يليهم الفات عكس ما كنا فاهمين زمان. طيب ليه بقى؟ مشكله الانسولين ريزيستنس، مشكله مستوى السكر. الجسم يعني حساس جدا للسكر، بالذات مين اللي بيشتغل بس على السكر؟ اللي ما يعرفش يشتغل يصرف طاقه من حاجه غير السكر، البرين. البرين لو السكر ناقص في الدم بيحس بطوارئ، بيحس بمشكله كبيره جدا، فيبتدي يدي اوامر للمعده ان احنا جعانين يلا كلي بقى. فتيجي المعده تاكل، تاكل حاجات مسكره، فالسكر يرفع مره واحده. يبعت لمين؟ للبنكرياس، الحق اللي في سكر كتير جاي لك اشتغل. يبتدي المكان يزود سكر الانسولين. بعد شويه السكر يقل، فيبعت تاني للمخ ده السكر نزل، فكل تاني وهكذا. السكر اللي بيزيد ده بيروح فين؟ بيتحول لجلوكوجين، بيتحول سوري لجلايكوجين، ولكن جلايكوجين يتحول لفات يتخزن في الجسم. يبقى انا مشكلتي كلها ان انا لخبطت الدنيا كلها. زياده ونقصان مستوى السكر بهذا الشكل الرابد ده مشكله كبيره. يعني احدث نظريه في الاوبستي انه مشكله الانسولين ريزيستنس اللي بتؤدي في الاخر الى اوبستي او تؤدي الى دايابيتس
ان السكر مستواه ما بيبقاش ثابت، بيبقى بيعلى مره واحده وينزل مره واحده. الفات والكربوهيدرات العاديه النشا العاديه ما بترفعش السكر بهذا الشكل. حتى ايفن السكر اللي بتاع الفواكه التفاح والبلح والحاجات دي ما بيرفعش السكر بالشكل اللي احنا شايفينه او المفاجئ ده. اللي بيرفع السكر بشكل المفاجئ هو السكر اللي هو السكروز، اللي هو السكر اللي بيتحط المحلي بتاع الاكل، سكر الطعام اللي بحطه في الشاي، بحطه في القهوه، بحطه في البيبسي، بحطه في المريندا، بحطه في الكاتشب، بحطه في المايونيز، كل الحاجات دي فيها سكر. كل الحاجات دي مش صحيه. ودي الفكره اللي قلتها من اول المحاضره، يعني ايه انا باكل غلط؟ باكل غلط لان باكل حاجات فيها سكر كتير. منذ اختراع السكر او اكتشاف السكر بشكل تجاري بهذا الشكل بدات كل المشاكل الصحيه في الاوبستي. تمام؟ طيب. الطبيعي بتاعي او اللي انا يعني لما اجي اقول لواحد يعمل دايت ريجيمين، المستهدف بتاعي ان انا اخليه يخس من رطل الاثنين او من نص الواحد كيلو في الاسبوع. على فكره مش صح انه يخس بسرعه. ليه؟ لما اعمل له ستريكت دايت من كل حاجه وادخله في ستارفيشن في مجاعه واخليه يخس 10 كيلو في اسبوعين، دي مش شطاره. لسببين. السبب الاولاني ان هو مش هيستحمل. هيجي بعد فتره هيزهق من الرجيم ويقول لا يا عم انا كده انا هموت احسن، انا مش عايز رجيم بالشكل ده. مش هيقدر يكمل بيه. السبب الثاني ان الجسم لما دخل في مرحله الاسترفيشن بدا يحس بالخطر انه في ممكن يتعرض لاوقات ما يبقاش فيها اكل جديد جاي من بره. فهيبتدي يوفر. الجسم اعظم جهاز اقتصادي في العالم. اي حاجه بيحس بالخطر فيها انها ممكن تقل بيبتدي يوفرها. هيوفر في مين سعادتك؟ هيوفر في البيزا ميتابوليك ريت، هيحاول يستخدم البيزا ميتابوليك ريت باقصى قدر ممكن من الاقتصاد في الطاقه. فهيؤدي بعد شويه لانه الرجيم نفسه هيفشل بعد شويه. يبقى انا ودي فكره ان الناس تقول لك ايه؟ انا عملت رجيم السنه اللي فاتت وخدت 10 كيلو في اسبوعين او في شهر مثلا. لو جيت اعمل نفس رجيم السنه دي ما خسرتش 5 كيلو بس. ليه؟ الجسم اتعود اكتر على الاسترفيشن. فده غلط. يبقى انا كوني اخس بسرعه ده غلط. انا عايز اخس من نص لواحد كيلو في الاسبوع. بس. يعني لما نترجم على كالوريز من 500 ل 1000 كالوري اقل من اللي انا محتاجه. يعني اصير اكل ان انا يعني اخد كالوري اقل من اللي انا هصرفها من 500,000 في اليوم او من 3000 ونص ل 7000 في الاسبوع. تمام؟ احنا دلوقتي الطرق اللي هي الدايت ريجيم او العلاج، نمرة واحد بنقول كالوريك ريستريكت دي اقدم حاجة ان انا اقلل الاكل كله. قال لك ده طلع جنرالي ان افكتيف وهاي اتريشن ريت، بيحصل منه تراجع بسرعة. وبعد شوية بيحصل فيلير. لان زي ما قلت لك انه الجسم بيتعود انه حصلت له فترة مجاعة فيبتدي يحوش اكتر الحاجة اللي ايه؟ الاكل اللي هيجيبه بعد كده. تمام كده؟ فاضل 10 دقايق هنحاول نخلص فيهم 10 دقايق ان شاء الله. الخطوه اللي بعد كده حاجه اسمها لو فات دايت، نقلل الفات بس. ودي لا سبب برضه انها مش افكتيف قوي. الاحسن اللي هو اللو كربوهيدرات دايت، هو اسمه كيتو دايت. اكسرسايز افكتيف بس لو كومبايند مع دايت. ما ينفعش اقول للعيان اعمل دايت اعمل اكسرسايز وهو اكل زي ما هو غلط. مش هيخس. الادويه معظم الادويه اللي استخدمت لغايه دلوقتي في الدايت عمل مشاكل اكتر من الدايت. يعني السيبوتريم والريجيتريم وكل الشيء اللي طلعت دي كلها بتطلع على السايكل سنتر وكلها حاليا اتمنعت. يمكن حاجه حلوه يمكن الحاجات اللي موجوده حاليا الحاجه اللي زي البران اللي هي الرده واللي هي حاجات كلها اللي هي فكرتها انها بتنفش في المعده فبتزود الحجم المعده من غير ما يبقى فيه اكل كتير. ودي فكرتها ان انا ممكن اكل الحاجات الخضراء مثلا، انا لو اكلت بس فيجيتابلز هتعمل نفس التاثير. او الحاجات اللي هي بتقلل اكتساس الفات زي قصه الاورليستات والحاجات دي يعني. فيديو ثيرابي ديفايس ممكن الاجهزه اللي هي بتاعت اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت الفايبريشنز والحاجات دي اللي ممكن تؤدي الى ايه؟ وقصه الكابيتيشن والحاجات دي كلها بتاعت الفيديو ثيرابي ديفايس ليها برضه يعني. معرفش
اعرفش ايه اللي مش حصل كان عندي ولا عندكم، مش عارف اللي حصل. الو ابنه حصل مشكله في تمام كده. اخر حاجه عندنا في قصه ال اخر حاجه عندنا في قصه علاج الاوبيزيتي هو السيرجري. ايديت وايز، هل من المنطق ان انا افكر في عيان اديله مثلا اعمل له عمليه تحويل مسار وتكميم معده وبتاع لانه هو اوبيز؟ طبعا في ناس بتحتاج الكلام ده، لكن احنا عندنا مشكله دلوقتي ان احنا عندنا اوفر يوز لل الاوبريشن بتاعت السيرجري بتاعت الاوبيزيتي. احنا حاليا بنستعجل قوي في قصه العلاجات الايه الجراحيه للمعده. يعني انا رحت الخليج فتره، السعوديه تحديدا، هم اسهل لهم كتير جدا ان يقول لك لا انا ادخل اعمل عمليه احسن ما ايه احسن ما تقفوني بالدايت 3 4 سنين. طبعا ده كده مش صح، يعني لان الكلام ده انا بلخبط الدنيا كلها. فيفضل ان العلاج الجراحي يكون بس للحالات اللي هي فشلت في الدايت كنترول والاكسرسايز والفيديوثيرابيوتيك ديفايس. طيب كده ماشي. دايت كنترول، لما نيجي نتكلم عن الفيجيتابل مثلا، المفروض ان انا اكل من الفيجيتابلز على الاقل من 3 5 مرات في اليوم. الفروت ممكن حبتين لاربع حبات منها في اليوم. الميت المفروض ناكلها مرتين او ثلاثه في اليوم، يعني ايه مرتين او ثلاثه في اليوم. الميلك 2 سيرفنج بير داي، سيرفنج يعني حوالي 50 جرام، يعني كل سيرفنج 50 جرام تقريبا. يعني الناس تفهم يعني ايه هنا 2 to 4 سيرفنج بير داي، يعني السيرفنج الواحده حوالي 50 جرام تقريبا من الحاجه يعني. فيعني ما اقولش حبتين اخد بطاقتين مثلا، البطيخه دي لوحدها كبيره يعني. المطلوب الحبه المتوسطه تفاحه برتقانه كده يعني. الفات المفروض نقللها شويه بقدر الامكان يعني. ال نشوف هنا الدايت ريجيمين اذا او الفود بيراميد، اعديك بسرعه كده. المفروض الصح بتاعي ان انا يبقى عندي طبعا ده الجدول القديم. فيزيوثيرابي ما احنا قلناها يا دكتور، فيزيوثيرابي اللي هي او دكتوره مايا، فيزيوثيرابي اللي هي سواء ديفايسز او فيزيوثيرابي او ريهابيتيشن، يعني ده دورها قبل الجراحه ومع الادويه. بس نبدا الاول بالدايت كنترول ثم الاكسرسايز مع بعض. الاكسرسايز نفس ما هو فيزيوثيرابي. هو فيزيوثيرابي ده يشمل كل اللي احنا بنقول ده. ما هو الدايت كنترول ده مع الاكسرسايز ده فيزيوثيرابي. لو قصدك فيزيوثيرابي ديفايسز انفراريد مش عارف الحاجات بتاعتنا دي ممكن يعني. في طبعا الليزر بيستخدم الترا ساوند الكابيتيشن، كل الحاجات دي هتبقى فيزيوثيرابي. تمام؟ الجدول ده قديم يا جماعه شويه، انه كان بيقول لك ان الجزء الاكبر يبقى كربوهيدرات وكده الفيجيتابل والفروت، وكان لحمه واللبن واخر حاجه الفات. الهرم الجديد اتحطت الفيجيتابل من تحت خالص. ناخد بالنا الهرم ده قديم. الهرم الجديد الفيجيتابل بقت هي البحث، بقت هي قاعده الهرم، فيجيتابلز وفروت. فوقيها الملك والميت والبولتري، فوقيها الفات والكربوهيدرات اللي كانت من تحت خالص طلعت بقت فوق خالص، بقت اقل حاجه. يعني الجدول ده هو او الهرم ده الهرم القديم بتاع ان انا بعمل فات ريستريكشن. النظريه الجديده او الاحسن يعني او النظام الكيتو دايت ان انا بقلل الكربوهيدرات على حسب كل حاجه. فيبقى هنزل الفروت اللي تحت خالص هي والفيجيتابل، انزل الميت للدرجه اللي تحتيها، انزل الفات للدرجه اللي تحتيها، اقل حاجه اللي هي البريد اللي هي تحت هنا خالص اللي هي الكربوهيدرات هطلعها فوق خالص. يبقى فهمنا الفرق ازاي؟ تمام كده؟ دي نفس الهرم بس احنا ايه؟ احنا قلنا ان النظام بتاع الكيتو دايت مختلف عن ده، ان انا بطلع الكربوهيدرات فوق خالص هنا. فوق مين؟ حطها فوق مع الايه بعد الفات كمان.
لما نيجي نتكلم عن الكالوريك انتيك بقى، احنا هنا بنتكلم عن انواع السورس بتاعتي بتاع السورس اوف كالوريز. قلنا الافضل ان انا اخلي السورس اوف كالوريز معظمه جاي من البروتين والفات والكربوهيدرات اللي هي مش سكر، وقلل خالص او امنع خالص السكر. مين اللي ريز هاند؟ دكتور مين؟ لو حد عنده اي تيب يا جماعه. طيب نيجي نتكلم عن الكالوريك انتيك. طيب لو قلنا مثلا كوبايه اللبن العاديه اللي هي 150 او اللي هي العاديه يعني اللي بحدود مثلا 200 ملي جرام مثلا او 200 ملي لتر يعني، بيبقى فيها 150 كالوري منهم 72 جايين من الفات. السكيمد ميلك اللي هو موضوع الدسم يبقى فيه 90 كالوري بس وفي 9 كالوري بس من الفات. بطاطساية معموله او معموله عليها معلقه زبده بيبقى فيها 350 كالوري. لو عملت نفس البطاطس من غير ما احط لها زبده او سمنه يبقى فيها 220 كالوري. يبقى انا هنا ايه؟ حاجات صغيره بتزود لي الكالوري بشكل كبير. مجرد بس ان انا شلت اللبن موضوع الدسم قللت الكالوري اللي انا باخدها حوالي 60% او 40%. مجرد ان انا عملت البطاطس مثلا اللي هي الصوابع دي مجرد ان انا عملتها بس في الميكروويف او من غير زيت قللت لي الكالوري 130 كالوري حوالي برضه 40% او 30%. الهيلثي ايتنج باتر ان انا اكل فرايتي اوف فود، غلط جدا ان انا اكل نوع واحد من الاكل. يعني زي ما هو مش صح ان انا امنع الفات خالص، مش صح ان انا ازود فات خالص او اكل بس حاجات فات. حته ناكل سمولر ومور فريكوانت ميلز دي عليها ديبيت كبير قوي مش هنعلق عليها كتير. ريديوسنج فات انتيك لحد كبير ده طبعا مهم، لكن الاهم دلوقتي ان احنا نقلل الكربوهيدرات او نقلل الشوجر بالذات. فهي بتتكلم ان قصه الافضل ان اعمل لو جلايسيميك لود، ان انا ما ازودش السكر بشكل مفاجئ فاخلي الجسم يطلع لي انسولين بشكل مفاجئ فالسكر ينزل تاني بشكل مفاجئ فاجوع تاني فاقل سكر تاني فيعلى تاني بشكل مفاجئ. اللخبطه دي هي اللي بتعمل لي الانسولين ريزيستنس وهي اللي بتزود الريسك في الاوبيزيتي. الصح ان انا اخد حاجات بتعمل لي لو جلايسيميك لود، يعني ايه باختصار؟ الهول جرينز مثلا العيش اللي هو الاسمر او العيش العادي او الكربوهيدرات اللي هي اللي فيها ايتنج دايتس او ايتنج باتر، انه الصح ان انا اقلل الجلايسيميك لود مش اقلل الكربوهيدرات كلها. يعني ايه جلايسيميك لود؟ ان انا امنع انه يبقى في عندي اوفر جلوكوز لود عندي، ما يبقاش في عندي كمية كبيرة من السكر بتتحول مرة واحدة للبلد. النشويات بتتحول ببطء أكتر من السكريات المباشرة. عشان كده دايماً الصح إن أنا أمنع السكر بقدر الإمكان. وممكن آخد شوية نشويات، عيش مثلاً مكرونة كمية قليلة. أزود الفات شوية عن الكلام القديم بتاعنا، وأخلي طبعاً معظم أكلي في الفيجيتابلز والفروت. هديكم مثال صغير السندوتش اللي قدامنا شوية البيج ماك. اللي هو 540 كيلو كالوري عارفينه؟ لو خدنا معاه واحد كوبايه بيبسي او كولا كبيره اللي هي الاكبر الرسميه في ماكدونالدز مثلا وفي الاماكن زي كده يعني اللي هو بيج ماك مثلا مع واحده مثلا بيبسي مثلا، دول على بعض فيهم كالوريز تعادل 11 كيلو تفاح. مع انك لو كلت 11 كيلو تفاح يعني هتقعد اسبوع بعدين ما تاكلش يعني. انت اصلا اكلت كيلو تفاح على بعضه ده كويس قوي. لكن ممكن تاكل عادي البيج ماك ده ومعاه البيبسي وبعد ساعه تجوع تاني. ليه؟ لانها معتمده اساسا في الكالوريز بتاعتها على الكربوهيدرات وبالذات السكر. السكر لمن لا يعلم يعني موجود بكميه اكتر من المسموح في الكاتشب وفي المايونيز وفي كل الحاجات اللي بتدي التيست دي. وفي اماكن كتير جدا من الاماكن اللي هي التيك اواي والاكلات السريعه بتحط سكر في الاكل عشان تديه طعم. فالسكر اللي هو الخام ده هو اسوء حاجه بتديها ممكن تحط في الاكل.
لانه بيمتص بسرعه، فبيرفع مستوى السكر في الدم بسرعه، فبيحفز البنكرياس اللي يطلع انسولين بسرعه، فكل ده بيلخبط لي الايه المنظومه اللي جوه الجسم، ويدخل التيشوز جوه في مراحل متعاقبه ما بين المجاعه والتخمه عكس بعضها، وده بيؤدي في النهايه الى انسولين ريزيستنس، الى مور يعني تخزين اكتر، مور ستورج اوف فات، وده بيخلي الدنيا تتلخبط معايا اكتر، وده بيؤدي في النهايه الى اوبستي. تمام كده؟ قلنا رابيد ويت لوس ده مش حلو لسببين. اول حاجه ان هو هيرجع تاني بعد شويه. تاني حاجه ان الرابيد ويت لوس ده انا لما بيحصل رابيد ستاربيشن او رابيد ويت لوس، هنا انا مش بخسر الويت بتاعي من الفات. احنا قلنا انا الهدف بتاعي ان انا اقلل مخزون الجسمي من الفات. لو انا نزلت بالوزن اكتر من 1 لـ 2 باوند بير ويك، دخلت في ستاربيشن، يعني انا هخسر المصل مش هخسر الفات. تمام؟ مشكلتي ان انا لما اخسر المصل بالك صعب جدا ان انا ارجعها تاني. المصل فايبر اللي بيموت ما بيرجعش عموما يعني، لكن المصل نفسه ممكن يتخن ويرفع يعني. فلو حصل اتروفي في المصل الدنيا باظت مش هعرف ارجعها تاني. ودي اللي قلناها من شويه، ان انا قد يكون نفس اللي بقى بنفس الوزن، بس ممكن يكون واحد اوبست والتاني لا. ليه؟ او واحد عنده مشكله في الاوبست والتاني لا. لو واحد عنده وزن 100 كيلو لكن الفات اللي في جسمه 30%، واحد تاني 100 كيلو برضه والفات اللي في جسمه 20% بس، فاكيد اللي عنده فات 20% مشاكله الصحيه اقل بكتير من اللي عنده 30%. المشكله ان لما باجي اخسر وزن بسرعه، الاسهل في التكسير في المجاعه هو البروتين مش الفات، هو المصل مش الفات. فدي المشكله عندنا. طبعا المشكله الثانيه ان الميتابوليك ريت بتاعتنا بتقل في الاستارفيشن. وبيقول ان احنا ايه اللي قلناها من شويه، ان هيومن بودي ذا موست سكسسفول ايكونوميك اورجانيزيشن، انجح منظومه اقتصاديه في العالم هي جسم الانسان. مع السيفي دايت ريستركشن في المجاعه بدل ما الميتابوليك ريت هيقل، عشان يكون ماسك من مين؟ من هيوج انترنال لوس اوف انكامينج انرجي. وبالتالي يبقى انا بعد شويه الدايت ريجيم بتاعي هيفقد قيمته. انهي بارت في البودي ماس اندكس او في البيتا ميتابوليك ريت هو اللي ممكن يقل؟ هل هيقل الفيتال بودي فانكشنز؟ لا، مش هينفع الجسم يقلل حركه القلب او حركه الرئتين. هل هيقل البيزا بودي تمبريتشر؟ لا. ليه؟ ما ينفعش الجسم قرر ان هو يوفر في البيزا ميتابوليك ريت ويروح مقل درجه حراره، مش هينفع. وما ايه اللي بيقل معايا؟ بيزا المازل تون، ده اللي بيقل. يبقى انا عشان اوفر، what about injection in fatty areas like midterm؟ ما دي قلناها، دي اللي هي therapeutic devices او physiotherapeutic devices. دي واحدة من الphysiotherapeutic devices، دي بدايتي قبل الجراحة على طول، يعني بلجأ لها المفروض قبل الجراحة. طيب. احنا بنقول انه الجسم لو اتعرض لمرحلة starvation هيوفر في ايه؟ في البيزل ميتابوليك ريت. ما يقدرش يوفر في البودي فانكشنز، في الفيتا بودي فانكشنز، في الهارت والبرين والجي اي تي واللنج والليفر والرينال، مش هيقدر يوفر في دول. ومش هيقدر يوفر في التمبريتشر، يقلل درجه حراره الجسم صعبه جدا. فهيقلل المسل تون، يبقى هيعمل ايه؟ اتروفي للمسل. دي مشكله بقى في الحته دي. اكسرسايز لما اشجع العيان يعمل اكسرسايز، انا هنا بفيده ان هو ويت لوس. وفي حاجات تانية بيستفيد منها حتى لو وزنه ما خسش. يعني لو عيان وزنه 100 كيلو قلت له روح العب رياضه وجالي بعد شهر وزنه برضه 100 كيلو، هيتخانق معايا يقول له انا ما خسيتش، انا وزني زي ما هو. هقول لا، بس انت استفدت، انت
البي كيو زي ما هم، بس الجزء بتاع المصل بقى اكتر من الجزء بتاع الفات، ولان البي كيو نفسهم. وبالتالي انت كده حققت هيلث بينفيت حتى لو وزنك ما خسش. يبقى انا هنا لازم افهم العيان ان هو لو اشتغل، لو مارس الرياضه بشكل سليم حتى لو ما خسش وزنه هيبقى كويس، مشاكل الاوفر ويت والاوبيستي هتقل حتى لو الوزن نفسه ما قلش. ليه؟ لان انا بقلل البرسنتج بتاعت الوزن اللي هو من الماسل باور والماسل بالك وما بين الوزن الناتج عن الفات. انا مشكلتي في الفات ويت مش في الويت كله. حاجه ثالثه اللي هي سايكولوجيكال بينيفيت، يعني لما بيمارس رياضه بحيث ان هو بيتحرك هيتحسن نفسيا حتى لو ما خسش في الوزن. اكسرسايز الون لما نيجي نقارنه بالدايت الون هنلاقي ان الايه؟ انه اقل شويه. الافضل انه نعمل كومباينيشن. تمام؟ اكزامبل لو انا همشي 1 ميل فانا بخسر 7 من 10 كيلو كالوري لكل كيلو من وزني. يعني معنى ايه؟ لو انا وزني 100 كيلو ومشيت 1 ميل يعني كيلو ونص تقريبا، فانا كده بخسر كام؟ 77 كيلو كالوري في كل كيلو ونص بمشيهم. ده في المشي مش في الجري، الجري اكتر من كده. مهم جدا ناخد بالنا ان الكالوريز اللي انا بخسرها معتمده على وزني انا برضو. عشان كده الناس بتبتدي تخس، تلاقي في الاول بدات تخس اسرع. يعني واحد كان وزنه 120 بدا يمارس رياضه هتلاقيه بدا يخس في الاول اسرع. الصوت قطع في جزء ال ايه؟ فيزيكال ثيرابي. فيزيكال ثيرابي اللي هو الفيزيكال ثيرابي اللي هو ال اول حاجه الاكسرسايز دي اول حاجه من الفيزيكال ثيرابي. عايزين بقى نحط بقى الالترا ساوند والميزو ثيرابي والليزر وقصه الكافيتيشن وكل الحاجات دي اسمها فيزيكال ديفايسز. فيزيكال ثيرابي ديفايسز قلنا دي كلها موداليتيز بتستخدم بعد الايه؟ يعني بعد الاكسرسايز والدايت ريجيمين وقبل الجراحه. ومعاها طبعا ايه؟ الدراجز. لو جينا رتبناهم اول حاجه الدايت كنترول مع الاكسرسايز مع بعض، فيلد دول لوحدهم نحط معاهم، ما نلغيهمش، نحط معاهم يا اما ادويه يا اما فيزيو ثيرابيوتيك ديفايسز، ما نفعوش نحط اخر حاجه جراحه. تمام كده؟ الرننج بيصرف طاقه تقريبا ضعف المشي. العيان نزل وعايز طريقه التثبيت. هو الصح ان العيان في التثبيت دي ليها دايت ريجيم ثانيه، ان انا برضه بثبت جزء معين من الفات، بثبت طبعا ده المفروض يحسب له على وزنه حوالي 2000 كيلو كالوري مثلا. الابره الصينيه نفس فكره الفيلد ديفايس بتستخدم على ستاتيك سنتر سواء في الودن او في البطن، بتستخدم في اماكن معينه طبعا ليها خرائط طبعا الحاجات دي يعني. فالفكره كلها ان انا بزود احساس البيشن بالشبع، بخليه يشبع بدري. دي فكره الابره الصينيه عموما يعني حسب ما انا فاهمها يعني. اللي قلنا المشي بيخسرني 7 من 10 او قول مثلا كالوري الا ربع تقريبا لكل كيلو من وزني لكل 1 ميل مشي. لما باجي اجري بخسر ضعف الرقم ده كمان. يبقى انا لو همشي 1 كيلو وهجريه 1 كيلو، لا الجري يدي احسن. الادويه معظمها يا دكتوره مايا معظمها اتسحب من السوق، سواء ريجتريم سيبوتريم مش عارف كل الحاجات دي. الادويه اللي بتشتغل على الستاتيك سنتر اتسحبت. الادويه اللي بتستخدم في البيز ثيرابي، البيز ثيرابي ده حاجه في البيز ثيرابي دي حاجه بتستخدم تقريبا بالالترا ساوند، انا ما عنديش قوي يعني اكسبيرينس فيها، بس دي اعتقد ان حاجه زي عن طريق الالترا ساوند تقريبا بيعمل زي تدويب للدهون اللي تحت الجلد بحيث انها تروح بعد كده في السيكوليشن وتنزل بعد كده في الايه؟ يعني بينزل بيدخلها جوه السيكوليشن يعني. بيقلل المخزون من الفات يعني. طيب. دي امثله صغيره لل الكالوريز اللي انا بخسرها في كل نشاط رياضي. لو انا مثلا سويمنج 25 ياردة ووزن 120 رطل يعني حوالي 70 كيلو تقريبا او 60 كيلو، هخسر 220 كالوري.
لو وزني 240 لط يعني 120 كيلو تقريبا، يبقى 40 و40 هيضاعف مرتين وهكذا يعني. جدا انا هخليه عندكم تبقوا تفهموه بعد كده او تقروا بعد كده لوحدكم. طيب نتكلم عن exercise may be the most critical to help maintain weight loss. الدكتور اللي سأل او الدكتور اللي سأل عن التثبيت، من ضمن التثبيت ان احافظ على معدل مقبول من الاكسرسايز. العيان لو بعد ما ابنه ثبت بطل الرياضه اللي كان بيعملها هيتخن تاني، لازم اقول له كمل زي ما انت على الاقل نص او تلتين الاكسرسايز اللي كنت ماشي عليه قبل ما كنت قبل ما ايه ما توصل للوزن بتاعك انت عايزه. الاكسرسايز بيحافظ على المصل عند ميتابوليك ريت. قلنا احنا مشكلتنا في الـ في الـ في الـ في الريجيمين لوحده الدايت ريجيمين ان ممكن لو كان سريع شويه بيخليني اخسر المصل بالك. الاكسرسايز بيخليني احافظ على المصل بالك. الفات بيرنينج زون يعني ايه فات بيرنينج زون؟ هنا بيقول لك ان اثناء الاكسرسايز انا المفروض انا ده طبعا كلام يعني ايه مش يعني كلام يعني ده اكتر مع الناس اللي عندهم اصلا مشاكل في الهارت. يعني ان لو واحد عنده اصلا مشكله في الكارديو فاسكولار المفروض ان هو اثناء الرياضه ابقى متابع الهارت ريت بتاعه ما يزيدش عن 120 130 منت 130 بالمنت يعني، لان ده هو الفات بيرنينج زون. لو عن كده هيدخل معايا في كارديو فاسكولار بروبلمز اعديها بسرعه مش مهمه قوي بالنسبه لنا يعني. طب واحد عمره ما اشتغل في حاجه رياضه قبل كده وعمره ما هيتحرك رجله ليه سنين من حركه الرياضه، اقول له اطلع من النهارده اطلع اطلع العب في المنتخب مثلا ولا اطلع العب مع محمد صلاح ولا اجري في الماراثون 40 كيلو؟ ما ينفعش. يبقى انا هبدا with lower intensity exercise، لازم ابدا بحاجه صغيره عشان يقدر يكمل معايا. work on increasing duration first. يبقى انا الاول اقول له امشي اقل حاجه ممكن يعني ايه اقل نوع من الاكسرسايز، ولا مثلا المشي مثلا العادي، واقول له امشي في الاول 5 دقائق. ما اجيش بقى اقول له اجري 5 دقائق، لا امشي 5 دقائق اتعود على المشي 5 دقائق قبل ازود الديوريشن الاول، خليه يتعود معايا على ايه؟ على الاكسرسايز. فوكس اون ريجولار بروجرام، لازم البيشنت يفضل يمشي او يعمل الرياضه على الاقل 5 7 مرات في الاسبوع. يعني المفروض يوميا كل يبقى كل يوم على الاقل وقت ثابت ليه ده بيمارس في الرياضة. نظرية ان انا اروح الجيم مرة في الاسبوع مش حلوة. ليه؟ انا بروح الجيم مرة واحدة في الاسبوع وباقي الاسبوع كله عمال بخزن كالوريز تانية، ده مش صح. خير الامور ادومها وان قل. يبقى انا احسن ان انا اشتغل رياضة 10 دقائق في اليوم لمدة اسبوع عن ان اشتغل ساعة واحدة مرة في الاسبوع. Gradually increase the intensity once available time is limiting. يبقى انا ايه؟ الاول ابتدي بلو انتنسيتي وادور دلوقتي بالتدريج واخليها منتظمه على الاقل 5 مرات في الاسبوع، وبعد كده عندما وصلت للماكسيمم تايم ابتدي ازود انتنسيتي. اد ويت تريننج اف تايم بيرميت. يعني انا ايه؟ لو عندي تايم ممكن اشتغل ايه ازود الايه التريننج اكتر من كده. جاست دو ات يعني ما حدش يقول لي ان انا ما اقدرش اعمل رياضه. جاست تراي جاست دو هتلاقي انت بتقدر تعملها. طيب لايف ستايل ولا ستراكشرد اكتيفيتي؟ يعني هل لو واحد شغال مثلا فلاح او شغال مثلا في عامل مثلا في المعمار مثلا في المباني يقول طب ما طول النهار يعني يا دكتور؟ هقول له لا بص يا سيدي الدراسة اللي طبعا مش هقعدكم بأرقام كتير قوي يعني. الخلاصة انه الستايل الاثنين قريبين من بعض.
يعني انا لو العيان ده من الاول عنده اللايف ستايل لوحده من الاول يعني هو عنده من الاول يعني العيان اللي هو او الانسان اللي هو من الاول عنده اللايف ستايل بتاعته نون سيدنتري، هو من الاول شغال فلاح في المعمار في الزرع في البتاع، وطول النهار شغال بيشتغل فعلا وبيعمل يعني هارد وورك، ده قريب في تاثيره من الاستراكشر اكسرسايز ان انا اوديه الجيم، قريبين من بعض. والكونكلوجن بتاع الدراسه دي كلها مش عايز ادخلكم في كتير يعني، ان accumulation of shorter walks at least as beneficial as single long walk. يعني لو قلت له لا امشي النهارده نص ساعه التمرين النهارده، او مثلا اجري مثلا نص ساعه، تاثيرها نفس تاثير لو جري 5 دقائق 6 مرات في خلال اليوم. هي لكن طبعا ان يشتغل يوم واحد ويريح 6 ايام دي غلط. انا بتكلم عن within the day. يبقى هنا انا عندي دي بسرعه كده مش مهم قوي بالنسبه لنا. الاكسرسايز ده للناس مهم قوي، للناس اللي عندهم سيدنتري لايف ستايل. لكن لو واحد اوريدي عنده اكتيف لايف ستايل مش هتفرق كتير معايا اقول روح اشتغل اكسرسايز، لان هو اوريدي شغال حياته كلها في اكسرسايز. وده يفسر انه ليه الناس دلوقتي بقت اوبيز عن زمان. يعني الناس زمان جدودنا زمان كان بيشربوا سمنه بلدي بالكده بالكوبايه يعني، ما كانوش بيتخنوا، كان بياكل كميات اكل يعني غير طبيعيه. يعني بعض يعني بنشوف مثلا في السيره مثلا او في الاحاديث زمان يقول لك مثلا اللحمه او الخرفان او بتاع، لما تحسب الاستهلاك اللي كانوا بياكلوه في الاكل هتلاقي ما كانوش كميات كبيره مش صغيره. لكن ليه ما كانوش بيتخنوا؟ لان هم كانوا دايما حياتهم كلها اكتف. احنا مشكلتنا الاساسيه ان احنا الحياه بتاعتنا بقت مور سيدنتري. الكلام الجديد كله زي ما قلناه في الاكسرسايز، ان انا اشتغل ما بين 30 ل 60 دقيقه اكسرسايز على الاقل، على الاقل مره يوميا، على الاقل 5 مرات في الاسبوع. ما ينفعش اشتغل في الجيم مثلا اروح مثلا مره في الاسبوع اخد 3 ساعات في الجيم وباقي الاسبوع كله عمال باكل وبخزن كالوريز، ده مش صح. يبقى احنا هنا مشكلتنا مع الناس الاوفر ويت اللي هم سيدنتري لايف ستايل، ان هم ابدا ان مشاكلهم معايا ان هم عاده ان اكتف، عاده عمرهم ما كانوا اكتف. يعني في عندنا ناس ممكن تلاقي عيان مثلا هو من يوم ما اتولد عمره ما لعب رياضه، كان في مدرسه صغيره ما كانش فيها حصه العاب كويسه، كانوا ساعات المسات بياخدوا حصه الالعاب منه يحطوها مثلا رياضه ولا علوم عشان عندهم نقص في المنهج، فما عندناش ثقافة الرياضة برضه كويسة. خايف من يعمل اكسرسايز وما عندوش ثقة في نفسه، أعمل إيه بقى الراجل ده أو الست دي؟ أبدأ معاه جرادوال وأبدأ معاه بطيء، مش لازم أبدأ معاه بإنه يطلع معاه تعالى نروح الماراثون 40 كيلو مثلا، لا هو هينت معاه 5 دقايق بس في الأول، 10 دقايق في الأول، ويبتدي يزود بالتدريج زي ما قلنا هنزود التايم الأول وبعدين أبتدي أزود الانتنسيتي بتاع الاكسرسايز. appropriate type of exercise. ما اجيش لواحد عنده اوستو اثرايتس واقول له اجري، انا كده بعذبه مش بعمل له اكسرسايز. جروب سبورت دي مهمه، لو هما مجموعه مع بعضيهم وقلت لهم تعالوا مع بعض نلعب رياضه هتبقى افضل من لو واحد لوحده عشان ما يزهقش. الانستراكتور سبورت يكون في معاهم قائد بيوجههم. لو امباكت ما يبقاش فيها تاثير لا على الهارت ولا على الاوستو اثرايتس جوينت ولا على حتى ابني على الاقتصاديه بتاعته يعني. هيت انتولرنت يكون العيان ده يقدر يتحمل السخونه اللي بتحصل معاه في جسمه بعد مع الحراره. ونقيس الهارت ريت لو العيان ده عنده او متوقع يكون عنده مشاكل في الهارت. تمام كده يا جماعه؟ ميك ات ا هاي برايورتي. كان زمان اعتقد استاذنا الدكتور ابن ايمن الجرف تقريبا او مش فاكر يمكن دكتور باسل الطرقاني حد من الجماعه الكبار دول يعني، كان بيقول كلمه انا نفسي العيان يجي يقول لي انا مش لاقي وقت اروح الشغل عشان بقى ما
معلش يا جماعه في مشكله حصلت عندي، فما اعرفش لا قطع من عندي ولا من عندكم، بس حصل مشكله في الشبكه، انا راوتر جديد ما اعرفش ايه المشكله بقى. خلينا مع بعض كده في الحته دي، سامعين كده الصوت؟ كنا بنقول الدكتور ايمن الجرف تقريبا، انا مش فاكر مين تحديدا يعني عشان ما ابقاش كذاب يعني، احد اساتذتنا الكبار يعني، كان بيقول انا نفسي العيان يجي يقول لي ان انا مش لاقي وقت اروح الشغل عشان انا كنت بلعب رياضه امبارح، مش العكس. ما يجيش يقول لي انا مش لاقي وقت العب رياضه عشان كنت في الشغل، لانه الرياضه هي اللي هتخليك اكثر قدره على الشغل نفسه. يوز ات از ا سبستيتيوت فور بروبلم بيهافير نوت از ا بانشمنت. ما ينفعش انا اخلي العيان يتعامل مع التمرين باعتباره عقاب، انت عشان تخين فعقابا ليك روح اتمرن. لا، انا بتمرن لان ده حاجه صحيه ليا، بعمل رياضه عشان انا عايز صحتي تبقى احسن، كنوع من بحل مشكله مش معاقب نفسي. الانسان دايما بيكره الحاجه اللي بتيجي على هيئه عقاب او واجب، فاشجعه بانه لا انا مش بعمل ديك عقاب. دي يعني هيك حاجه من الحاجات السوشيال اللي بخليه يشجع نفسه على انه يستمر في الرياضه. ميجر جيرث ان اديشن تو ويت، اقيس الوزن بانتظام بحيث العيان يبقى يعني بيلاقي قدامه في بروجريس حصلها قدامه. لازم لما اجي اقيس الوزن اقيس الوزن كل مره في نفس الظروف. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش العيان يقيس نفسه مره قبل الاكل ومره بعد الاكل، مره من غير هدوم ومره بالهدوم او بهدوم تقيله مثلا لو بالذات في الشتاء كمان. يعني مره لابس جاكيت وعبايه ومش عارف ايه وبتاع ده 2 كيلو لوحدهم، ومره من غير هدوم خالص او بهدوم خفيفه. ما ينفعش مره قبل الغدا مره بعد الغدا، ما ينفعش. لازم اثبت الميعاد، ويفضل يكون with the minimal amount of clothes with يعني قبل الميل مش بعد الميل. عشان كده احنا لو ناخد بالنا معظم الموازين اللي بتتباع في البيوت اسمها كده ميزان حمام. ليه ميزان حمام؟ لانه طبيعي ان البني ادم المفروض يوزن نفسه اثناء الشاور، يعني هو من غير ايه؟ من غير كلوزس يعني، عشان يوزن جسمه هو، لا حوزن الشوز ولا حوزن الجاكيت ولا حوزن ايه؟ اي حاجه انا لابسها. انا بوزن جسمي انا، بحيث لما اقول ان انا نقصت نص كيلو نقصت كيلو، او انا فعلا نقصت الكيلو ده، ما هواش فرق وزن بتاعت حاجه انا لابسها او حاجه انا واكلها لسه. انت متخيل لو مثلا لو مثلا بتغدى، ممكن قبل الغدا ازيد عن قبل الغدا كيلو كيلو ونص دول ميه والاكل اللي انا كاتبه من شويه بس. فكده هلخبط الحسابات معايا. انا بقول المفروض اخس من نص لواحد كيلو في الاسبوع، هحسبها ازاي دي الا لو انا مثبت الميعاد ومثبت الظروف. تمام كده؟ تمام. فيت ثيرابي، الدكاتره اللي بتلعب فيت ثيرابي زي الاكيوبنكشر، سون لايسز، بيتس او شورتس، فايبريشن ديفايسز، كل الحاجات دي ليها رول تو هيلب ان فيزيو ثيرابي. دور الفيزيو ثيرابي هنا، دور الفيزيو ثيرابي هنا في التريتمنت اوف اوبيستي بيجي رقم 3، مساعد للاثنين الاولانيين، اللي هم الدايت ريجيم نمرة 1، الاكسرسايز رقم 2. وممكن عدم الاكسرسايز هو اول حاجه في الفيزيو ثيرابي، لكن باقي الفيزيو ثيرابيتك ديفايسز او الفيزيو ثيرابيتك اوبشنز بتيجي نمرة 3 بعد الاوبيز، بعد الاوفر، بعد الدايت كنترول وبعد الاكسرسايز. بعديهم الدراجز، قلنا ايه هعديها بتوع الدراجز معظمهم ايه؟ افتحوا ومسوح حاليا. سيرجري مش يعني ايه؟ المفروض ما بستعملهاش غير في الناس اللي هم اولا فيلد ان هم يمشوا بالدايت كنترول والاكسرسايز وفي ثيرابي بالدراجز. يعني الحاجه الثانيه ان يكونوا عندهم مشكله كبيره صحيا، يعني اما بودي ما تقل اكتر من 40 وفيلد اللي انا عامل له دايت كنترول وفيلد كل حاجه، وده موربد اوبيزيت يعني، او اكتر من 35 ومعاه بقى هاي ريسك هيلث بروبلمز، عنده كارديو فاسكولار، عنده مشكله كبيره تمنعه اصلا مثلا من الاكسرسايز. يعني عنده مثلا لو عيان مثلا عنده مثلا اصلا من الاول مشكله مثلا في الهارت، اقول له اعمل اكسرسايز، لما هو ممكن يدخل مشاكل في الهارت نتيجه الاكسرسايز، هيبقى ريستريكتد قوي ان انا اعمل له كنترول على الاكسرسايز في الحته دي. فدول بس هم المجموعه اللي ممكن الجا لهم للجراحه، لكن الصح ان انا بخلي اوبشن الجراحه ده اخر اوبشن عندي.
برضه مش عادي، دي حاجات كده عادية أفكار كده مش تبعنا. طيب maintain healthy weight and prevent of recurrence. اتكلمنا بقى في الدايت او في الريجيمنت او في الريجيمز كلها، في كل انواع الدايت كنترول بتاعتنا او كل انواع وسائل التخسيس اللي بنستخدمها، مش ان احنا بنخس، ان في المعظم بنخس، لكن في المعظم برضه بيحصل لنا ريكارنس بعد ما بنخس. ليه بقى؟ من ضمن الحاجات اللي قلناها انه الجسم اثناء مرحله الدايت ريجيمين او الريستريكتد كالوريز بيدخل في مرحله في قصه ان انا الاكل اللي جاي بدا يبقى اقل من اللي انا بصرفه، فيبتدي الجسم يحاول يوفر في البيت ميتابوليك ريت شويه. كده لازم يكون معايا اكسرسايز. ليه انا بفشل؟ لاني بزهق من الدايت ريجيمين فبرجع عكس ما كنت. فبدل ما انا باكل 1500 كالوري وبصرف 2000، يبقى انا كده بصرف 500 من المخدوم اللي عندي. بعد فتره زهقت، بدل ما باكل 2000 بقيت باكل 3000. يعني عارف في ناس ايه بتحب يعني بعد ما خس خالص بيبتدي ينتقم من الفتره اللي كان فيها بيعمل ريجيم. المفروض كلمه ريجيم يعني نظام، كلمه دايت ريجيمين يعني نظام غذائي المفروض ان انا استمر عليه على طول، بقلله شويه، بقلل الحده بتاعته شويه مع الوقت. الله عشان ده هنخلصه في عالم الفاكهه ده مش هنطبع كده. تمام؟ بروبلي اوف ريكرنس even after correction of obesity اكثر من 50% will regain the old obesity within the next 2 years and after 5 to 10 years only less than 10% will continue to have healthy body weight. يبقى احنا قلنا في خلال سنتين 50% من الناس اللي عملوا دايت ريجيم وخسوا تخسوا تاني، و 90% في خلال 10 سنين رجعوا تاني بقوا اوبيز. طب ليه بقى؟ الاسباب اللي انا قلتها، ان الجسم تعرض لمرحله استرفيجن او مرحله نقص، فبدا يوفر بيت ميتابوليك ريت، فبقى اكثر قدره واكثر اقتصاديه في التعامل مع الغذاء بعد كده. الحاجه الثانيه ان العيان نفسه زهق، فبعد شويه قرر يرجع لما هو اسوء من الاول. طيب يبقى كده معانا المعلومه المهمه بعد كده، انه مينتيننج ذا ايديال ويت اهم حتى من ريتشنج ذا ايديال ويت. الوصول للقمه قد يكون سهل، لكن الحفاظ على القمه هو الاصعب. القمه هنا معناها الايديال ويت. السايكل اوف دايتنج، في حاجه اسمها ايه؟ سايكل اوف دايتنج. نبدا دايت، انيشال موتيفيشن، تشجيع اول، بدانا نخس، بوزيتيف ريزلت، خسينا الحمد لله، زهقنا، ترابل ويز كومبلاينس، fail to diet و blame themselves انها ايه؟ ابتدي بقى ايه؟ لا انا مش هنفع في الدايت بقى خلاص. regain نسبيز، نرجع تاني للاكل الاولاني وحش الاولاني. تخنا قوي، start diet وهكذا. نبدا باللفه دي. المشكله ان اللفه دي في كل مره بتبقى اقل كفاءه من المره اللي قبلها. كل مره بعمل دايت قدرتي ان اوصل للريجيم بتاعي تبقى اضعف من القدره في اول مره. دي بيسموها اليويو دايتنج، ان انكريز ريزيستنس تو ويت لوس وانكريز افشنسي اوف ويت جين. يعني ايه؟ كل مره بعمل فيها دايت وبيفل مني، الجسم بيبقى مور ريزيستنت للويت لوس ومور افيكاسس في الويت جين. الجسم قلناها من شويه هو اعظم منظومه اقتصاديه في العالم، الجسم البشري. يبقى تو منتين المفروض ان انا اوصل لحته ان انا اوصل يبقى عندي البالانسد انرجي اكسبندشن، ان انا اوصل لهيلثي دايت، ان انا ما ازودش الدايت بتاعي الاكل بتاعي عن 2000 كالوري مهما كانت الظروف، واني اخلي الاكل بتاعي بقدر الامكان ما فيهوش سكر خالص، في المينيمال اماونت اوف كربوهيدرات، في الفات الحد المعقول بتاعها، ازود خالص الخضار والفاكهه في الاكل. دي بصفة عامة يعني. تعال بقى نقارن العادات الصحية السيئة اللي بسبب الدعاية والإعلام، وليه إحنا الويت عندنا بقى بيزيد بشكل أوفر في العالم كله. هنا بنقارن مثلا البرجر سنة 54 كان حجمه 2.8 أونصة، حوالي 780 جرام، وكان فيه 200 كالوري.
نفس الشركه برجر كينج السنه دي او من 2004 مثلا، من حوالي كام سنه كده، بعد 50 سنه من المره الاولانيه بقى نفس السندوتش اكبر في الحجم وفيه اكتر من 50% كالوريز. فاكرين البيبسي بتاع زمان الدوز الطبيعي بتاعت 187 مللي جرام دي كانت 370 كالوري بس. ده تبقى عندنا حاجه اسمها الصاروخ، فاكرين الصاروخ اللي هو 400 مللي ده فيه 194 كالوري، يعني حوالي 3 اضعاف. نفس الفكره، المجنون اللي زمان كان فيه طقس قد كده بقت كبيره قد كده. الشركات المأكولات الجاهزه بتتنافس في زياده الكميات، هو عايز يعمل دعايه لنفسه فبيزود الكميه مع نفس السعر او بيزود حاجه بسيطه بالسعر، بيزود الحاجات اللي بتعمل اللي بتخليك تاكل اكتر، بيزود السكر في الاكل عشان يخليه مور بالاتابل، حتى لو بتاكل لحمه عنده، حتى لو بتاكل برجر عنده بيحط لك عليه كاتشب وكاتشب ده فيه سكر عشان يخليك تاكل منه كميه اكبر وبتبتدي ايه تحبه اكتر وبتبتدي تدفع فيه فلوس اكتر. تمام، كل ده قصه اقتصاديه بس بتؤدي في النهايه ان انا باكل مور كالوريز. تمام، ده البرجر كين ده 310 كالوري، قلنا البيج ماك فيه كام؟ 540 كالوري. تمام، طيب بالمناسبه لو عارفين الكميه القصوى للكاتشب يوميا كام؟ صحيا يعني اقصى حاجه ممكن اكلها على الحفاظ على وزني وصحتي من الكاتشب يوميا المسموح به انك تغمس الشوكه في ازازه الكاتشب وتاكلها بس. شويه الكاتشب اللي بيطلعوا معاك من الشوكه هم دول الحد الاقصى ليك يوميا. يبقى احنا كلنا بناكل غلط. قال لك ده التشيز برجر من 20 سنه كان حجمه كده وكان فيه 230 كالوري. النهارده حجمه بقى قد كده وتحط فيه بقى جبنه ومش عارف ايه وكاتشب وكل القصه دي. فبقت اكتر بحوالي ضعفين الكالوريز. 590 اول ما نشوف 280 كالوري. حوالي الضعف تقريبا. يبقى زي ما قلنا من شويه ان عشان احافظ على وزني لازم اعمل توازن ما بين الانرجي انتيك والانرجي اوت. عشان كده بنقول ان المفروض الاكل بتاعنا ده النظام الجديد بقى يكون فيه فراخ الفيجيتابل والفروت مع بعض حوالي نص الكميه. نص اكلي في اليوم يكون يا اما خضار يا اما فاكهه. والربع يبقى بروتين والربع الباقي يبقى حبوب او فات او كلام ده كده، ويبقى السكر زيرو بقدر الامكان. السكر اللي هو السكر اللي عايز بتاعنا اللي هو السكر بيتحط في الشاي والقهوه، السكر ده يكون بقدر الامكان يكون زيرو. سيفتي مين اوف ايه؟ طيب اوف مودريت فيزيكال اكتيفيتي دي كافيه جدا لو انا مينتين كل يوم 30 دقيقه اي تايب اوف ريجولر اكتيفيتي، دي كافيه جدا ان انا تظبط لي الوزن ده بعد ما اوصل للايديال ريجيمين. في الاول ممكن احتاج اكتر من كده، في الاول وانا وزني تخين حتيجي طبعا باللور ليميت اوف تايم، بعد كده ببتدي ادور بالتدريج الطيب ممكن اوصل لساعه او اكتر من ساعه. عند ما وصلت للايديال ويت بتاعي ممكن اوصل لعند 30 مينت يوميا كل عشان افضل احافظ على وزني. كده احنا خلصنا المحاضره. النهارده كانت طويله شويه بتاعت الاوبيزيتي، انا تعمدت اخليها بشكل مختلف شويه عن التكلم التقرير عن الاوبيزيتي. احنا بنتكلم عن مشكله عامه، احنا مش هنتكلم عن يعني ما حبيتش اتكلم بشكل اكاديمي قوي عن الاوبيزيتي، اتكلمنا اكتر بشكل يعني سوشيال بشكل واقعي. احنا شايفين الدنيا حوالينا نسبه الاوبيز في الناس اللي حواليها كتير جدا، يمكن اكتر من المصريين اصلا اوبيز او اوفر ويت. ازاي نقدر نخس وازاي نقدر نحافظ على وزننا، دي حاجه مهمه جدا. المحاضره هتبقى موجوده عندكم ان شاء الله، يعني حواراتها الدكتور شيماء هي والتسجيل بتاعها. ولو حد عنده اسئله احنا معانا دقيقتين قبل ما يقفل علينا الحاج زوم، فانا في انتظار لو حد عنده اي اسئله. ممكن اقفل الميوت دي لو حد عايز يعمل ميوت، لو حد عايز يتكلم او حد عايز يبعت حاجه. ادينا من دقيقتين، معلش هو اللخبطه حصلت الاسبوع ده. امبارح النت ما كانش شغال خالص معايا، والنهارده برضه ما كانش شغال، يعني هو حتى حاليا النت شغال نص نص معايا، لسه الدنيا مش قوي، ما اعرفش ايه المشكله عندي في السنترال
ولا في الراوتر، مع الراوتر ده جديد تقريبا دلوقتي جديد يعني. فان شاء الله الاسبوع اللي جاي هتبقى النت احسن من كده، ونحاول نخليها بشكل منتظم عن كده ان شاء الله. مريضة السكر دي محتاجة تظبط السكر، مظبط السكر والكالوري والرياضة. طب هي اوفر ويت بشكل يعني جامد، يعني وزنها جامد زيادة قوي يعني. اعتقد لما ظبطها السكر والكالوري والرياضة، انا برضه زي ما قلت بشوية مش هركز قوي في الرقم يعني. لو الرقم عندي مش اوفر ويت قوي، مش بي ام اي مثلا 40 35، لكن لو بي ام اي مثلا 27 28 32 ممكن اعديها يعني. حدود اوفر 100، لا اوفر 100 في 100 كتيره. طيب دي ممكن نلجأ بقى لحاجات زي الفيزيوثيرابيوتيك ديفايسز، زي السونولايسز، الحاجات دي نشوف القصه دي يعني. ممكن تحوليها حد مثلا بتاع اكيوبانكشر هيساعد برضه معانا. دي ممكن انت توقفيها خالص السكريات خالص، خليها تمشي على فات مع بروتين مع فيجيتابل وفروت بس. يعني دي الاحسن انها تمشي على ستريكت كيتو دايت، مش سكر يعني، مش دايت عادي. فدي ظبطيها اكتر على